بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم معانا في حلقة جديدة من برنامجكم 2-0، وبسعد دايما في صحبتي أخويا وصديقي الأستاذ منتصر الرفاعي. إن شاء الله حلقة تكون كويسة وتعجبكم. اتفضلوا. إن شاء الله. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين، أهلا بالأستاذ صبحي عبد السلام. دايما بنتشرف بتواجدنا معاكم كل يوم سبت. كان البرنامج بس الساعة 11 النهاردة، بس عشان عطل فني طلعنا الساعة 12. إن شاء الله يا رب الحلقة تكون مثار إعجابكم، لأننا هدفنا في النهاية إسعادكم. طيب خلينا نبدا يا منتصر باول موضوع عندنا، طبعا هو حديث الصباح والمساء، مش في نادي الزمالك، في نادي الزمالك وفي كل مكان في مصر، وهو قضيه عوده كارتيرون ورحيل باتشيكو. يعني انا في القضيه دي ليا راي، اعتقد يعني من حق اقوله وحضراتكم تسمعوه، وممكن تختلفوا او تتفقوا معايا. يعني انا عايز اسال سؤال، كارتيرون مشي ليه وكارتيرون رجع ليه؟ انا من وجهه نظري كارتيرون مشي علشان الزمالك يخسر بطوله دوري ابطال افريقيا، ده مبدئيا من وجهه نظري. حد هيقول لي ليه؟ هقول له ان كان التوقيت اللي مشي فيه صعب جدا جدا جدا، من المستحيل مدرب بيحترم تعاقده يمشي في هذا التوقيت قبل نص نهائي بطوله افريقيا، وكان الزمالك الاقرب والمرشح الاقوى. نمره 2، كان اتقال جوه النادي الاهلي وبره النادي الاهلي ان الاهلي مستحيل يكسب الاهلي في وجود كارتيرون، فكان الحل ان كارتيرون يمشي. اربط ده كمان مع مقابله اجراها تركي آل الشيخ المستشار السعودي مع رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم. تركي آل الشيخ، انت راجل اسيوي، لا ليك علاقه بالكاف ولا ليك علاقه باحمد احمد رئيس الاتحاد الفاسد الماضي، فلما نيجي نربط الخط في بعضها، لا كان رحيل كارتيرون في هذا التوقيت مقصود. والراجل حتى يمكن رئيس نادي الزمالك المجمد مرتضى منصور قعد معاه وقال له هديك الراتب اللي هتاخده في سنه هدولك في شهر، اقعد معايا شهر خلص نص نهائي دوري الابطال. الراجل اسف، يعني انت رحلت عن الزمالك عشان الفلوس، طب انت تنزلت فلوس للتعاون ورجعت، وانا مش هنسى ان رئيس نادي التعاون ساعتها قال اللي يبيه التعاون يصير، وقد صار بالفعل، ومشي كارتيرون وهدم فريق نادي الزمالك وفشل انه ياخد بطوله افريقيا وقدمها على طبق من ذهب للمنافس النادي الاهلي. انا مش بلوم على اداره نادي الزمالك الحاليه، انا بلوم على اي حد شارك في ان كارتيرون يمشي، وبلوم على اي حد شارك ان كارتيرون يرجع في التوقيت ده. يعني احنا مشينا المدرب من وجهه نظري المحترم اللي اتعامل معانا بالشياكه وقعد لحد ما سلمنا قمة الدوري، وجبنا مدرب هارب. احنا هندعم الزمالك وهندعم مدربه ايا كان مين، ان شاء الله يكون منتصر الرفاعي، احنا مع اي حد هيتولى المسؤولية، لكن من واجبنا ان احنا ننور نور اخضر كده او احمر عند اللزوم ونقول ايه اللي بيحصل. انا شايفه منتصر ان القضية لها ابعاد كتير، ودي وجهة نظري فيها. بالتاكيد اعزائي المشاهدين، يعني بس بتحافظ على الاستاذ، بيقول لك ان شاء الله منتصر فيها، والله لو مسكت الزمالك عامل شغل كويس. طيب تمام، انا بوجهه نظري النهارده في ناس زعلانه انه باتشيكو مشي. زعلانه ليه؟ لانه باتشيكو كسب سيراميكا. طيب لولا كان لا قدر الله انه الزمالك تعادل مع سيراميكا، كان هيبقى الكلام ايه عن باتشيكو؟ ده سؤال. طب الكلام لما الزمالك خسر من الترجي كان على باتشيكو ايه؟ طب الكلام لما الزمالك تعادل مع وادي دجله كان الكلام على باتشيكو ايه؟ طيب الكلام لما الزمالك خسر من غزل المحله كان ازاي؟ لما الزمالك تعادل مع اسوان كان ازاي على باتشيكو؟ طيب لما الزمالك خسر نهائي افريقيا كان في كلام بيتكلم على استاذ صبحي انه رحيل كارتيرون هو السبب. الكلام ده برضو عشان نبقى منطقيين ومنصفين، كلنا زعلنا واتصدمنا لما كارتيرون اتفاجئنا في يوم من الايام انه هو قال انا ماشي. انا تحديدا كنت دخلت نادي الزمالك يومها وقابلت الاستاذ امير مرتضى، كان المشرف العام على فريق الكره، وكان المفترض هيطلع معايا في ندوه في استاد البلد، ليته حزين ومتضايق جدا ان كارتيرون ماشي. اللي قيل وقتها ان هو مش عاوز يقعد وان هو جاله عرض وما اعلنش عنه ايه، واتضح فيما بعد ان هو التعاون السعودي، والكلام اللي اتقال انه اللي بغيه التعاون يسير، وانه المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الموقوف حاليا انه عرض عليه مبلغ مالي كبير جدا. طيب احنا بنتناول الامر مش زي ما حضراتكم عاوزين تمشوا في الاتجاه ده، انا بتناوله كراجل صحفي المفروض بيبقى عندي معلومات. النهارده انا خارج قناه نادي الزمالك، فبالتالي بتداول المعلومات اللي بتثار. النهارده كارتيرون رجع ليه وباتشيكو مشي ليه؟ باتشيكو مشي عشان النادي الزمالك فقط 9 نقاط في الدوري. النهارده المنافس بتاعك هو بعيد لمباريات مؤجلة ومتواجده في كاس العالم للأندية، انت المفروض ما تخسرش نقاط، خاصة لما بتبقى فرق مع كامل الاحترام ليها
في المستوى الاقل منك وفي الجدول الترتيب هي بعيده خالص، لان النادي الاهلي النهارده لو لعب الثلاث ماتشات بتوعه وفاز فيهم هيبقى متصدر الدوري بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك، كان هيبقى الوضع مع باتشيكو ايه. طيب في بطوله افريقيا باتشيكو فقط نقاط في ثلاث مباريات ما كسبناش، تعادلنا مباراتين منهم مباراه على ارضنا، مباراه مع تونجيس اللي هو المولوديه كسب، وانت خسرت مع الترجي. طيب النهارده الوضع متردد. طيب جبت البديل كارترون، ناس كتيره بتقول لك ازاي كارترون المتمرد الهارب يرجع، ازاي كارترون الهارب يرجع، طيب ازاي باتشيكو الهارب رجع، طيب ازاي فوضنا فيريرا اللي مشي او مشيناه تاني، ازاي فوضنا جروس اللي احنا قلنا عليه يمشي وكانت الناس كلها مرحبه في هذا التوقيت. عندي اشكاليه مع جمهور نادي الزمالك اللي انا بقدره وبكنه له، بلاش نجلد الذات، المفترض ندعم الكيان بقوه، ندعم المدير الفني بقوه. في النهايه كارترون حقق نجاحات مع نادي الزمالك، توج بكاس السوبر الافريقي، توج بكاس السوبر المصري، فاز على النادي الاهلي 3-1 في اطاح بالترجي الرياضي التونسي اللي احنا هنلعبه يوم الثلاث من دور الابطال الموسم اللي فات بعد ما كان حامل اللقب موسمين. خلينا يا جماعه نبص للجانب الايجابي للموضوع، انك في النهايه انت جبت مدير فني محقق نجاحات، بلاش نقعد نقول اصلي خان اصلي باع، ما كلنا ما نعرفش تفاصيل ظروف مشان كارترون ايه، ولو اي مجلس موجود كان ممكن يرجع كارترون ولا لا. خلينا نبص لقدام، خاصه انه في كواليس كتيره في مشان باتشيكو وفي كواليس كتيره جدا في عوده كارترون. استاذ صبحي تطرق عايز اختلف معاك ماشي، خلينا اكمل وجهه نظري وحضرتك اختلف زي ما انت عايز. انا في النهايه مش لازم ابص للجمهور، اصل نص مقسم كارترون رجع كارترون رجع باتشيكو مش ليه، طب كلنا كنا شفنا باشرف بن شرقي بيشوح لباتشيكو وما فيش اجراء ضده، في كلام اتردد عن زعل بعض النجوم وما فيش قرارات كانت بتلعب تاني يوم. انا لا اريد ان اجرح في باتشيكو، في النهايه هو راجل عمل اللي عليه وزياده مع نادي الزمالك وفقا لقدراته، انما برضه باتشيكو خسرنا معاه نهائي دوري ابطال افريقيا. هيرجع الاستاذ صبحي بيقول لك كارترون اللي بيجيب البطوله، ما فيش في عرف كره القدم مدير فني ضامن انه لما يلعب مباراه او بطوله هياخدها، دي وجهه نظر المتواضعه. النهارده موسيماني جه في نفس الظروف وفايلر مشي في نفس الايام اللي مشي فيها كارترون من نادي الزمالك، وده فسخ عقده وده فسخ عقده، ده اداره الزمالك كانت عايزه تقعده وده كانت اداره النادي الاهلي الفايز بالدوري عايزه تقعده. في النهايه نادي الزمالك كان فيه معطيات ثانيه غير قصه كارترون لعبت دور في خساره نادي الزمالك من وجهه نظري لنهايه دوري ابطال افريقيا، كل الناس تعلمها جيدا. اعتقد ان كارترون لم يكن هو السبب الرئيسي في خساره دوري ابطال افريقيا، وباتشيكو بعدها بايام قليله خسر كاس مصر. فيا جماعه رفقا بنادي الزمالك خلينا نبص لقدام، خلينا ندعم الكيان، ندعم نادي الزمالك من اي موقع من اي منصب، وده اللي بيميز النادي الاهلي عن نادي الزمالك انه دايما بيدعم اللي موجود، ما بيبصش لوراه، ما نقعدش نجلد في ذاتنا اصل فلان مشي اصل فلان رجع. خلينا نبص لقدام اتفضل. منتصر احنا اتفقنا ان الفقره اللي هنخلصها مش هنرجع لها أكيد. بس المره دي انا رجعت لها عشان بس اوضح نقطه مهمه جدا. نادي الزمالك كان مع كارترون مختلف، نادي الزمالك مع كارترون كان في ثبات مستوى فني وبدني بشكل اكتر من رائع. كارترون مشي في توقيت غايه في الغرابه، انت عندك مدرب كاس عالم للانديه بعد شهر وانت كنت الاقرب، وكل الاهلاويه كانوا في حاله رعب لان مع كارترون كان صعب جدا الاهلي يكسب، فما تفهمنيش انه عشان شويه ريالات او دولارات الراجل يمشي في التوقيت ده. طب انت عندك ضمانه دلوقتي ان لو جاله عقد الصبح او عرض الصبح مش هيدفع الشرط الجزائي ال 150 الف دولار ويمشي تاني؟ انا بقول ان في مدرب دايما مدرب نزيه مدرب شريف، انا مش بقول على مدرب بعينه اللي بيلتزم بعاده حتى النهايه، اما المدرب اللي يجي في وسط الطريق مش وسط الطريق ده في الخطوه الاخيره انا شايف انه تصرف غير شريف، هو يسال عنه. انا مش بحاسب لا جماهير الزمالك من حقها تزعل. انت رافض عودته؟ ايه رافض عوده كارترون؟ انا شايف انه الطريقه اللي مشي بيها وبعاقبه عليها دلوقتي، ما ينفعش نادي الزمالك كارترون عشان يشتغل من وجهه نظري يا منتصر انا يقدم اعتذار لجماهير نادي الزمالك. طيب مبدئيا يعني كارترون من الكواليس اللي انا اعلمها جيدا بحكم عملي الصحفي ان هو تحدث عن هو اسباب ان هو مش مشي من اجل المال، بدليل هو بيقول كده وقال كده في قناه الزمالك ان هو او المدير سوري الوكيل بتاعه حازم فتوح تحدث في هذا الامر وقال ان هو ضحى بفلوس لانه المقابل المادي اللي بياخده في التعاون السعودي اضعاف ما يتقاضاه في نادي الزمالك، وكمان تم الحديث عن ان كارترون تنازل او تم تخفيض المبلغ المالي على لسان المستشار المالي الاستاذ طارق حشيش، المستشار المالي الاستاذ طارق حشيش
انه كارترون كمان طلب تخفيض مره اخرى. ليه؟ عشان تدفع من جزء من ده قيمه الشرط الجزائي لمستر باتشيكو اللي بنوجه له كل تحيه على الفتره اللي قضاها. مش لازم نهيل عليه اضطراب، انما في تفاصيل كتير يا استاذ صبحي. خلينا نتحدث، انا بتكلم عن لو بتتحدث عن خساره نهائي افريقيا، خلينا نتحدث عن ظهور عينه مفاجاه ليوسف اوباما بكورونا، ظهور عينه مفاجاه لعبد الله جمعه بكورونا قبيل للمباراه، الونش ما العينه بتاعته ما دائما سلبيه، ونجمي مصاب، في خمس ست لعيبه ما لعبوش النهائي كانوا مؤثرين للغايه، ورغم ذلك كان الزمالك متفوق فنيا على النادي الاهلي وعاد بهدف ساحر للساحر شيكابالا، وكان الجميع حتى في هذه الظروف وفي غياب كارترون عشان نبقى منصفين كان يرجح كفه نادي الزمالك. خلينا نتكلم على الحكم اللي جاله كورونا فجاه وما لعبش رضوان جيد، خلينا نتكلم عن الجماهير، المدير الفني بعد رئيس نادي الزمالك بالظبط، نتكلم عن الايقافات عن التسريبات. ما خليناها يا جماعه، نادي الزمالك اكبر انه يختزل في رحيل مدرب قبلها، لانه في مدرب جه من جنوب افريقيا كسب في النهايه وكسب كاس مصر بركات الجزاء، وقال لك جوزيه الجديد، وقال لك مش عارفه مين الجديد، وراح كاس العالم للانديه خد برونزيه، فبالتالي نفس الظروف اللي جفاها باتشيكو. هقفل الملف واقول لك مش نادي الزمالك هاخدها منك، مش نادي الزمالك المدرب يمشي ويسيبه في هذا التوقيت لاي سبب. كارترون كان بره ذاكره التاريخ، على فكره انا من اشد المعجبين بك كمدرب، انا مش بشكك في قدرته ابدا، هو مدرب قد يكون من ابرع المدربين اللي تولوا تدريب الزمالك في اخر 20 سنه، ولكن انا معترض على الطريقه اللي مشي بيها من نادي الزمالك. اذا كنت هفتح الباب لان ده يبقى التعامل معاه لمجرد شرط جزائي، لا ما كانش رجع بالطريقه دي. انا ضد رحيل كارترون، ماشي، قبل ما اقول انا ضد عودته، اولا انا كنت ضد رحيل كارترون، كنت عايزه يكمل لان الزمالك كان بيمر بمرحله من الثبات اكتر من رائعه، وكان في يقين ان البطوله الافريقيه بطوله الزمالك. بتقول رحيل المدرب ما كانش مؤثر، خد بالك باتشيكو برضه يا استاذ صبحي اهو قدام الناس، باتشيكو وقتها مشي وراح السعوديه وتعاقد وتم مختلفة يا منتصر. كان متصدر الدوري، لا الظروف مختلفه، يعني الظرف اللي مشي فيه كارترون، التوقيت اللي مشي فيه هو اللي انا معترض عليه، انما اي مدرب ما هو من حقه يدفع شرط الجزاء ويمشي اي مدرب، برافو على حضرتك، اي مدرب فني اجنبي. على التوقيت وعلى انك انت تبقى المساله بالنسبه لك انه هيدفع الشرط الجزائي ويمشي، انا بسجل تاني اعتراضي على الطريقه اللي رحل بيها وعلى الطريقه اللي رحل بيها باتشيكو، يعني برضو قد يكون باتشيكو مش ابرع 100 مره من كارترون، لكن برضو انا ضد فجاه وهو متصدر بطوله الدوري وهو محقق انجاز كويس واقول له مع السلامه لان في مدرب تاني جاي. فنيا مين احسن؟ انا من وجهه نظري على الاداء اللي كان في الملعب كارترون. كارترون، اذا خلينا طبعاً ندعم باتريس كارترون وننتقل لقضيه اخرى يا استاذ صبحي، اتفضل. طيب ما نبعد بقى عن كارترون ونروح النهارده قضيه برضو شغلت الناس كتير، وهو السجال اللي حصل بين حازم امام كابتن فريق نادي الزمالك وبين احد الصحفيين المعروف بميوله المضاده لنادي الزمالك او كل ما هو ابيض. انا النهارده ما عجبنيش الوضع ابدا، حازم مع هذا الصحفي ردوا على بعض رد كان ردح شوارع، ما كانش لا اسلوب صحفي ولا اسلوب لعيب في نادي الزمالك. فانا هنا مش بلوم على اللعيب ولا بلوم حتى على اخونا الصحفي اللي عمل ده لانه ده كان متوقع منه من زمان، لكن انا بلوم على اداره نادي الزمالك اللي وقفت اتفرجت للاخر. لا يجب ان حازم امام يقف ويصدر مشكله، على فكره انا بقول ان حازم محترم جدا مهذب جدا، لكن باللي عمله النهارده احرج اداره نادي الزمالك. ليه احرجها؟ لان المفروض في متحدث رسمي، ما اعرفش هو مين، هل دي مسؤوليه متحدث رسمي كره قدم او متحدث رسمي مسؤوليه نادي، لكن لا يجب ان لعيب في الزمالك يتعرض لاهانه من اي مخلوق واداره الزمالك عامله نفسها من بنها او مش موجوده. انا باخد عليهم ان الموضوع تطور ووصل الى هذا المستوى، واتمنى يكون في صوت عقل ولعيبه الزمالك تبعد، ركز في الملعب. ما هو انت مشكلتك يا حازم انت ولعيب الزمالك، الناس مش عايزينك تركز في الملعب، الناس محتاجين دايما الزمالك يبقى في حاله تشتت. ليه لعيبه الزمالك بس اللي بيحصل معاهم السجال ده؟ ليه السب والقصف والاهانات اللي شغاله طول الوقت المرفوضه مبدئيا؟ يعني هذا المستوى المتدني مرفوض. طب ليه بس عند لعيبه الزمالك؟ ده ما فيش لعيب في مصر مش بس لعيبه نادي الزمالك. فانا بجدد الكلام وبقول لمجلس اداره نادي الزمالك عند ما يحصل حاجه زي كده لازم فورا تكونوا موجودين ونشوف مين اللي المفروض انه يرد، مش حازم امام. بالتاكيد قضيه كانت مثار جدل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي في السوشيال ميديا النهارده. حازم امام يبقى نجم نادي الزمالك واحد كباتنه الكبار، لعيب معروف عنه الالتزام في الفتره الاخيره لسنوات كثيره، حقق تقريبا 13 بطولة مع نادي الزمالك من 2014 ومتواجد في كل البطولات اللي حققها نادي الزمالك. بالتأكيد أسلوب الانتقاد أو تحميله مسؤولية رحيل باتشيكو أنه هو يعني تعدى على باتشيكو، وهو الرجل بيان في حازم إمام ذلك واستشهد بالجهاز الفني.
رد على زميلنا الصحفي، من حق اي صحفي انه يوجه انتقاد، ممكن يكون معلومه تحتمل الصواب او الخطا، ولكن الاكثار والاغراق في اظهار مشاكل نادي الزمالك وكانها هي السبب في الاطاحه بباتشيكو، ليس بالضروره ان باتشيكو حتى لو كان عنده بعض الاخطاء في التصدي لمشاكل اللاعبين اللي هو حازم بالتاكيد مش من ضمنهم، وده اللي خلى حازم طلع وتحدث، وانا رافض انه حازم يتحدث لانه كان لازم ولا بد ان يلجا لاداره ناديه يقول لهم والله يا جماعه في اشكاليه كذا 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 ردوا. هو خاصه انه المشهد في نادي الزمالك في تغيير في الجهاز الفني، حتى هو ذكر انه الكابتن اشرف قاسم، الكابتن اشرف قاسم خلاص مش موجود كمشرف على الفريق الكره، تم يعني قبول اعتذاره، وايضا الكابتن عبد الحليم علي ولهم كل التحيه من برنامجنا هنا. مش يا حازم المفترض يعني انك انت تطلع ترد بنفسك وانك انت تترك الملعب، انت في النهايه ردك بيبقى على اي حد في الملعب. اتمنى من كل الزملاء الصحفيين انهم رفقا بنجوم نادي الزمالك، رفقا باللجنه اللي بتدير نادي الزمالك، رفقا بنادي الزمالك، رفقا بكل الناس، يعني لازم ندعم الكيان عشان يقف على رجليه ايا ما يكون مين اللي موجود، لاننا في النهايه مع نادي الزمالك، في النهاية مع نادي الزمالك. بالتأكيد كان على حازم التنسيق مع إدارة نادي إذا ما رد، وده اللي حصل حتى لاحقا أنه إدارة نادي الزمالك طلعت بيان أنه حازم بينفي ما حدث من إثارة حوله بشأن يعني إحداثه أو أنه في مشكلة بينه وبين باتشيكو، أنه تهجم على باتشيكو، وقال حتى حازم اسأله باتشيكو في هذه الجزئية بضم صوته لصوتك رسول الصبحي، وبالتأكيد أنه الموضوع محتاج علاقة تنظيمية، وأنا أنأى بالطرفين ان نصل لهذا المستوى المتدني في التعامل. طيب خلونا نروح لقضيه تانية، احنا اتكلمنا عن الزمالك بننتقد بنتكلم برغم ان انا ومنتصر طبعا محسوبين على الزمالك وهذا شرف ما بعده شرف، لكن لما ننقل الكلام عن الناحيه التانية ما حدش يزعل مننا، احنا بنتناول موضوعاتنا بشكل فيه كشف سلبيات او بنعمل سبوت كده من الضوء على السلبيات الموجوده. انا اعتقد ان ده يساعد حتى مجالس الاداره في الناديين. يعني النهارده مثلا انا عرفت انه تجددت اصابه علي معلول نجم الاهلي الكبير جدا اللي اثر حتى غيابه في مستوى الفريق، عودته الاصابه مره تانية، الراجل دخل في سجال واختلف مع طبيب الفريق، وبالمناسبه الجهاز الاداري للنادي الاهلي انا مش عارف هم صابرين ليه كتير عليه، اللي حول الاهلي السنه اللي فاتت كلها المستشفى، تقريبا كل اللعيبه كانوا مصابين، كل اللعيبه عندها اصابات خطيره وكلها بتشخيص خاطئ. ايضا علي معلول النهارده اتهم طبيب النادي الاهلي انه كان تشخيصه خاطئ وخرج غاضبا وراح على تونس، وقدر معلوماتي او انا علمت ان علي معلول حب يلجا للدكتور محمد اسامه طبيب نادي الزمالك يساعده في التشخيص وفي العلاج. طبعا محمد اسامه لانه زملكاوي او مرتبط بفريق ومجموعه لاعبين بطبيعه الحال رفض، لكن ما اعلمه ايضا ان علي معلول قد لا يعود الى النادي الاهلي بسبب هذه الوقفه، لانه لعيب محترف مستقبله كله في رجله، فلما رجله تبوظ اعتقد مش هيرجع يلعب تاني. انت شايف القضيه دي ازاي منتصر؟ بالتاكيد علي معلول نجم كبير النادي الاهلي على مدار ثلاث مواسم، اعتقد يعني بيقدم مردود فني رائع، لاعب للامانه نموذج جيد جدا، زيه زي فرجاني ساسي، زيه زي حمزه المسلوسي، كل اللاعبين التوانسه المتواجدين، وايضا المغاربه في مصر كان اونايج محمد احداد، ايضا قبلهم أشرف بن شرقي. بالتأكيد أنه النهاردة إصابة علي معلول صدمة كبيرة جدا، خاصة أن محمود وحيد في الجبهة اليسرى ما بيقديش على نفس المستوى، أيضا في مشاكل فنية، أعتقد أنه ماتش فيتا كلاب المقبل نادي الأهلي هيبقى صعب للغاية في الكونغو، وأنه أيمن أشرف هيلعب في الجبهة اليسرى. بالتأكيد كل الأمنيات بالسلامة لعلي معلول، وأعتقد أنه النادي الأهلي كان غير طبيب الفريق وجهاز الفني. معلومة الأستاذ صبحي فيما يتعلق بأنه لجوء علي معلول للدكتور محمد أسامة الشاطر جدا والجهاز الطبي المحترم جدا المتواجد في نادي الزمالك، وأنا من هنا بقول لكم أن حتى مع تغيير الجهاز الفني إدارة نادي الزمالك الحالية تثق كثيرا في الجهاز الطبي وأنه سيبقى بكامل قوامه مع نادي الزمالك. بالتأكيد أنه فرجاني الساسي إذا كان هو لجأ، وبالتأكيد الأستاذ صبحي عنده معلومة الأكيدة لما أنا مش عندي، لمحمد أسامة ده هيبقى أكيد بتوصية من فرجاني الساسي. لا أعتقد أن الدكتور محمد اسامه حتى لو لعيب اهلاوي لو عنده من التسع من الوقت انه سيدخر جهدا من اجل معالجته، لانه يبقى هذا الامر امرا انسانيا بحتا، وان مهمه الطبيب في اي مكان انه يساعد مرضاه حتى لو من نادي منافس، لانه بالتاكيد في النهايه ما نتمناش الاصابه لاي لعيب، ونتمنى الشفاء في السلامه لكل نجومنا الكبار سواء في الاهلي او الزمالك او بانديه مصر. يعني بضم صوت منتصر وبتمنى الشفاء لعلي معلول وكل المصابين، لان احنا بنلعب كره قدم
فننقل بقى لقضيه ثانيه. انا قضيه النهارده اللي لفتت نظري جدا ان لجنه الحكام في اتحاد الكره قررت تعمل مساحات لكل الحكام على نفقه اللجنه قبل المباريات. فانا بسال سؤال، هل اتحاد كره القدم خايف على الحكام ومش خايف على الانديه؟ هل الحكام خايفين عليهم ومش خايفين على اللاعبين؟ لانه دي مشكله كبيره. احنا في بعض الانديه سجلت موقف وقالت انها هتلعب من غير ما تعمل مساحات، وده بيشكل خطوره كبيره جدا. وارجع فلاش باك شويه لورا، كان اتحاد كره القدم من ضمن ضغوطه على الانديه انها ترجع الدوري الموسم الماضي علشان يفوز بيه النادي الاهلي، كان الاتحاد تعهد انه يعمل مساحات مره واتنين لجميع الانديه قبل المباريات. بمجرد ما تم تتويج النادي الاهلي باللقب تراجع عن هذا الاتفاق وقال لك ما تعملوش مساحات، واللي مش عايز يعمل مساحات ما يعملش مساحات. انا بقول انه لجنه الحكام صح، لازم الحكام يتعمل لهم مساحات لانه المرض بينتشر بسرعه كبيره جدا، لكن ماذا عن اللاعبين؟ النهارده المقاولين وسموحه ويمكن انبي ولا بتاع ثلاث اربع انديه ابلغوا اتحاد كره القدم ان احنا هنلعب بدون مساحات، وهنا الخطوره. على الرغم ان احنا المساله ماشيه عندنا على طريقه الحب النبي زق، في وقت من الوقت النادي المصري كان عنده 15 16 اصابه بكورونا، وتم الضغط على المصري ولعب قدام النادي الاهلي عشان الاهلي يكسب برضه المباراه ويعدي في طريقه للفوز بدرع الدوري. انت مع ولا ضد مساله اجراء المساحات يا منتصر؟ بالتاكيد انه من شروط مسابقه الدوري من البدايه كل الناس سواء اللجنه الخماسيه او اللجنه الثلاثيه، ثم تبخضت على اللجنه الثلاثيه اخرى بقياده المهندس احمد بجايد، كان الكلام انه المساحات على نفقه اتحاد الكره، وده اللي خلى البطوله السنه اللي فاتت اللي كنا معترضين على عودتها، ولكن قيل ان الدوله المصريه وراء عوده النشاط وكلنا دعمنا طالما البطوله انطلقت وعادت وفاز النادي الاهلي بالدوري، كلنا قلنا شابوه في النهايه الف مبروك رغم خسائر الانديه الفادحه فيما يتعلق باصابات لاعبيها بفيروس كورونا المستجد. شفنا المصري ب 12 لعيب، شفنا المهم البطوله كملت بالسلامه وكله تمام وكله نام متهني وسعيد بفوز النادي الاهلي ببطوله الدوري. ايضا نادي الزمالك والنادي الاهلي تاهل للمباراه النهائيه، المساحات كلها كانت على نفقه اتحاد الكره، ايه اللي جد المره دي؟ طب الانديه اللي خزائنها خاويه، كل الانديه بتعاني من ازمات ماليه، وليست كل الانديه يعني على ما يرام، كل الانديه بتعاني من ازمات ماليه، فبالتالي النهارده على اتحاد الكره ان يتحمل مساحات الأندية وليس الحكام فقط، لأن الحكام أكيد عنصر أساسي، ولكن الأندية أيضا لاعبيها بالملايين وأيضا لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه تعاقدات لاعبيها وتعاقدات الأنشية ومرتبات الموظفين. وشفنا المهندس فرج عامر بيأنه، شفنا أكثر من نادي بيأنه يعترض، منهم أيضا النادي الأهلي على المساحات التي تم إلغائها أو تحمل نفقات اتحاد الكرة لها. منتصر قبل ما نطلع فاصل ونستقبل ابن الثالثه يمين الاستاذ مصطفى الفخراني طبعا. خليني اقول لك ليه بعض جماهير الزمالك بتعتب على منتصر الرفاعي الفتره الاخيره ويكاد العتاب يصل لحد الهجوم احيانا، انا عايزك توضح الموقف. طبعا اكيد بحيي المؤرخ الكبير مصطفى الفخراني، مشرفنا النهارده في برنامجنا 2-0، النهارده هتبقى النتيجه 3-0، انتظرونا اكيد بعد ما اقول انا ليه بأهاجم. انا العتاب مقبول والعتاب من الحبايب ما بزعلش منه، انما ان يتم البعض ناس واكل معاه عيش وملح لما تختلف المصالح يهاجمك. هو فجأة يا جماعة منتصر الرفاعي طلع اهلاوي؟ انا ما كنتش اهلاوي ليه قبل كده؟ طيب النهاردة منتصر الرفاعي ده لو منتصر الرفاعي اهلاوي يعني ومش يعني ومش بدعي انه دي يعني انه الواحد انه زملكاوي الشرف ما بعده شرف انه بينتمي الى هذا الكنا، زي ما هو شرف لزملاء اخرين بينتموا للنادي الاهلي ما بعده شرف بالتاكيد يعني عشان نبقى منطقيين. ولكن النهارده مجرد ان المصالح اختلفت او الافكار اختلفت بين منتصر الرفاعي زملكاوي، منتصر الرفاعي خاين بيحط ايده في ايد اللجنه الثلاثيه، منتصر الرفاعي ده يا جماعه ببساطه صحفي في اخبار اليوم، رئيس قسم الرياضه في اخبار اليوم، عضو مكتب تنفيذ رابطه النقاد الرياضيين، عمل الصحفي، انتماءاتنا موجوده، حبنا لكان موجود، انما عندما يتعلق الامر بشرف المهنه والاستاذ صبحي عبد السلام ايضا يعني نائب رئيس رابطه النقاد الرياضيين ايضا صحفي كبير مدير تحرير الكره والملاعب في قطر باع كبير جدا. النهارده يا جماعه مش معنى انه في خلاف حتى لو في قرار انت مش موافق عليه اتخذ من وزير الشباب والرياضه
او كذا، ان انا لما النهارده رئيس تحريري وانا بكين كل الاحترام والتقدير للدكتور اشرف صبحي بالمناسبه اخ عزيز ومحترم، اروح اعمل حوار مع وزير الشباب والرياضه، انت ازاي تحط ايدك في ايد الوزير؟ طب ايه يعني المفروض اقول ان انا مش رايح للوزير اقول له والله انا زعلان عشان الناس زعلانه؟ يعني يمكن الناس زعلانه عشان انت بتدافع بس. طيب لا انا طول عمري بدافع عن الزمالك، ما انا حاليا اديني بدافع عن نادي الزمالك ما اتغيرش، رغم ان انا لا اتقاضى اجر من نادي الزمالك، حتى انضمامي للمنظومه الاعلاميه من نادي الزمالك لم اتقاضى اجر، لان ورايح مش عايز اقول لكم الناس بتتحدث انتوا ازاي تشغلوا مش عارفه مين اللي تبع مين وازاي كده، وحرب ضروس ان انا اساسا ادخل نادي الزمالك اللي انا بشتغل فيه. دخلت محرر مع الدكتور اسامه ابو زيد والاستاذ فتحي سند في عهد الاستاذ ممدوح عباس، ثم لما رحل الاستاذ اسامه ابو زيد رئيس نادي الشمس الحالي وله كل احترام والتقدير، الدكتور كمال درويش كان في المجلس المعاني اللي فيه الاستاذ احمد مرتضى منصور، شافوني بعمل الشغل بشكل محترم، تعينت رئيس التحرير المجله مع الدكتور كمال درويش، واشتغلت معاه المستشار جلال ابراهيم، ثم جاء المستشار مرتضى منصور شافني بشكل كويس، قعدت اول سنه مع المستشار مرتضى منصور رئيس تحرير المجله، لما عمل منظومه اعلاميه كنت من ضمن الاربعه، الاستاذ احمد الخضري العزيز والاستاذ محمد الراعي والعبد الله والاستاذ حاتم الشربيني، وكملت مع المستشار مرتضى منصور، حصل مشكله صغيره اعترضت قدمت استقاله مكتوبه للمستشار مرتضى منصور ومشيت من المجله، ولما رجع المنظومه قال له منتصر ما يرجعش، شافني بتكلم كويس في البرنامج وبدافع عن الزمالك عرض عليا اشتغل عشان انا مش مريض نفسيا، اشتغلت في البرنامج ورحت القناه واتشرفت بهذه التجربه مع كل الزملاء، واتقال الحراق والبراق واللي بيدافع دلوقتي بيتخانقوا عاملين طب ازاي يا جماعه، منتصر الرفاعي صحفي في النهايه بتعامل مع نادي الزمالك مع كيان نادي الزمالك سنبقى مدافعين عن نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور نفسه قال الكيان هو الباقي والاشخاص زائلون، في قضيه مش عايزين نختزلها يا جماعه، لا اللجنه الثلاثيه الموجوده مشت المستشار مرتضى منصور ولا منتصر الرفاعي مشى المستشار مرتضى منصور، كلنا عارفين الاشكاليه بس بنحب نلف وندور، دلوقتي السوشيال ميديا الزملكاويه بقت مغنم انا مش عايز اتكلم فيها لان في حقيقه الامر عينت في منصب في نادي الزمالك قد ارحل عنه غدا او قد يتم الاستغناء عني غدا، لا عمري هحارب اللي موجود ولا هتهكم على زميل ولا هعترض على ارزاق الناس لانه ده في النهايه ده رزق. صورتي صح انت معلش يا فخراني، صورتي مع الكابتن احمد شوبير ليست سبه، لانه في الوقت ده حتى ما كنتش لسه ربيت دقني كان الكابتن احمد شوبير انا بعمل يعني بعمل في قناه في سوري في الموقع الاخباري اللي صدى البلد، والكابتن احمد شوبير كان جاي يمضي تعاقده مع قناه صدى البلد، فرئيس تحرير الموقع عملنا ندوه الكابتن احمد شوبير فاحنا طالعين اتصورنا. من فضل الله عليا كنت الصحفي الوحيد في الصحف القوميه اللي بغطي النادي الاهلي ونادي الزمالك في نفس الوقت لثقه المسؤولين فيا ان انا راجل حيادي، لان في النهايه في ناس بتراجع ورانا، احنا مش شغالين على مواقع او فيسبوك كل واحد تطلع في دماغه حاجه يهبدها يهبدها، ده انت لو كتبت حاجه عن النادي الاهلي في واحد بيقول لك ليه ده غلط فبيراجع حالك او على الزمالك او كده، فكنت في نفس الوقت كلفت ان انا اغطي النادي الاهلي لمده عامل لصحيفه اخبار اليوم العريقه، في نفس الوقت كنت بغطي الزمالك الاخبار الرياضيه وبعمل في مجله نادي الزمالك، وجوزيه قال لي يقر زمالك والزملاء كانوا يقولوا زمالك بدليل، فالنهارده انا بعمل حوار لوائل جمعه وانزل صورتي وقتها معاه فانا انزلها، والله انتوا ما اخترعتوش الذره ورحت جبتوها ده انتوا بتاخدوها على صفحتي، ومع وائل جمعه حتى لو انا مع صادق حفيظ لا احنا اختلفنا كثيرا الفتره الماضيه، متصور مع صادق حفيظ ومتصور مع منول جوزيه ودعيت في حفله الاكثر تتويجا في العالم، فكنت بغطي النادي فرحت متصور مع منول جوزيه، ايه المشكله؟ النهارده زي ما انا عملت رئيس تحرير لبرنامج احمد جايب لي صورتي مع احمد بلال، يا عم انا كنت رئيس تحرير برنامج احمد بلال، كنت رئيس تحرير يا مدير تحرير برنامج الكابتن مصطفى عبده، كنت اشتغلت في القاهره والناس كنت رئيس مدير تحرير برنامج اسلام الشاطر، وشادي محمد كان لسه بيقول يا هادي طلع معانا في القاهره والناس، فبالتالي انا مش عارف ليه كانوا هم بيجيبوا لهم كلهم اهلاويه، فبالتالي كل التقدير للي انتقدوني واللي هاجموني، منتصر الرفاعي سيبقى منتصر الرفاعي والتاريخ لا يذيف ولا يكتبه المراهقون وصبية السوشيال ميديا. وانا خرجت عن السياق وعن السيناريو اللي كاتبه محمد ابراهيم واسلام واحمد مصطفى اسلام جمال صبحي. اسلام جمال عبد الحميد علشان طبعا انا بوجه لهم الشكر اللي بيتعبوا معانا جدا من طول الاسبوع لحد ما نطلع مع حضراتكم، وتعمدت افتح واقفل بالموضوع لان احنا مش هنتكلم فيه تاني يا منتصر، انت في غنى عن ان انا دافع عن زملكاويتك، انت اخ وصديق من زمان منتصر فيها يا جماعه، مش هقول اكثر تعصبا مني للزمالك لانه مش اكثر تعصبا مني للزمالك لكنه زملكاوي جدا لا زملكاوي جدا. خلينا نطلع فاصل ونستقبل نجم حلقتنا النهارده ان شاء الله الاستاذ مصطفى الفخراني.
اهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا لكم في برنامج 3-0. هو اسم البرنامج 2 بس النهارده عشان الضيف بتاعنا ضيف من عار التقيل، انا بعتبره زي فاكهه الصيف اللي جاي لنا في وسط في عز الشتاء. ربنا يخليك معانا. قول زي ما تقول، قول مؤرخ، قول قول ابن الثالثه يمين، قول المهم انه في النهايه معجون زمالك. معانا مصطفى الفخراني منورنا، وانا متاكد ان الحلقه معاك هتبقى غير تقليديه. اهلا بيك يا درش، نورتنا يا استاذ. الله يخليك. بالتاكيد هو مثقف فاهم واعي، بيتحدث بالمنطق والدليل والحجه والبرهان. بالتاكيد الكلام لما يبقى موزون لازم يكون مصطفى الفخراني مصدره. اهلا بيك يا مصطفى، يا رب تبقى حلقه. اهلا بيك. طبعا هنبدا من عند القضيه اللي شغله كل الناس، برغم ان باتشيكو رحل لكن لسه شاغل اذهان كتير من الزملكاويه. الناس منقسمه ما بين انه مؤيد للاستغناء عن الراجل زي ما قال منتصر لانه خسر كام نقطه، وما بين معارض على اعتبار انه ماشي وسايب الفريق اول دوري. لا انا عملت تصنيف قبل ما قبل اي حاجه، دايما اجي على صفحتي كده اشوف بالزبط. النسبه كام؟ يعني لما تلاقي مثلا 5000 واحد تلاقي 4800 عايزين باتشيكو يكمل. يعني انت بتضم صوتك لا لا انا بقول لك انا بقول ايه، هو في جانب ادبي واخلاقي وجانب فني طبعا. طيب احنا في الجانب الفني الاول لازم نشوف ايه الفرق ما بين الاثنين. انا لازم تحضر تمرين، انا حضرت تمرين هنا وتمرين هنا، عرفت ادخل يعني. انا شفت تمرين كارتيرون وشفت تمرين باتشيكو. طب وفي واحد بيتعامل نفسيا ومصاحب كل لاعب ياخده على لوحده، حتى يمكن الفرنساويين يعني ثقافه المحتل لازم يدخل يتدحلب كده ويصاحب الناس اللي موجوده، ده فرنساوي مش زي البرتغالي. حفيد نابليون. اما البرتغاليين برضو عندهم برضو، بس هم اكثر مهنيه يعني كمدربين، هم يعني 70% من مدربين العالم بقوا برتغاليين. ايوه بالظبط. فهو الراجل ده بيعمل ايه بقى؟ باتشيكو انا شفت عنده طقم تحس انه ماسك كرباج، واللاعب المصري سوري يعني يشبه شويه يعني ايه الحرفي، يعني عايز يعني بيتعب من اللي واقف فوق راسه على طول، بيحب برضو ايه الكلمه الحلوه ومش عارف ايه. هو انا شفت كمان يعني ستوب ايه الكروس ده، يعني يوقف المساعدين بتوعه يكرباجوا الايه اللاعب. التمرين هنا بدني عالي قوي مع مين؟ مع باتشيكو. بيكرهوا البدن، اللعيبه بتكره البدن من زمان حتى كرول يقال عليه ان هو مدرب بدني احمال، مش مدرب مش كوتشنج يعني. فالناس كان بتلاقي اللعيبه اللي لياقتها عاليه قوي بس فنيا مش كوتش، فكانوا بيكرهوا برضو كرول. كان طب ده بيلعب ايه وده بيلعب ايه؟ الراجل ده بيلعب على رد الفعل اللي هو كارتيرون، بيخلي الفريق اللي قصاده يرهقه، يعني بيخليك تمسك كوره وتعمل مثلثات ومربعات واوفرلابنج وبتاع جري، وهو موقف الناس بحركهم كده بيخلص عليه بدنيا في الشوط الاول تقريبا. والشوط الثاني بيقعد يستلم كوره تشعر ان هي سلبيه، زي ما بيجيبوا مثلا اوباما بيقعد يقسم الكره ورا ويلف بالكره وتلاقي 45 نقله لغايه ما يجيبوا. حصل فعلا اكتر من 30 40 نقله في اكتر من هدف وبيسجل في الاخر بالطريقه دي تاخدي. على فكره باتشيكو جه في ماتش الاهلي مسك كوره والاهلي صبر، مسك كوره الاهلي صبر، كان في مشكله فنيه كبيره جدا في ماتش الفاينل. بس هنقعد ننط من نقطه لنقطه بس تبقوا معايا. انت ما عندكش باكين اللي هو اسلام جابر مش باك ليفت، واحمد عيد لسه صغير واول ديربي يعني هو لعب ماتشين افريقيا بس هو الواد لسه ايه يعني يجي منه، بس مش هتعتمد عليه لان ده لا هيعمل كروس ولا ده هيعمل كروس. الاهداف اللي جت في الماتشات اللي فاتت كلها كروس تشيب الخفيف ده يا مصطفى يا بن شرقي من كل 5 هيجيبوا 3 جول يا عبد الله جمعه. بدات تبقى نسبه عاليه جدا من التهديف بالطريقه دي. اهم حاجه المره اللي فاتت يعني مصطفى استلم ما بين في ماتش 3-1 استلم ما بين 2 خد على صدره ولف في مساحه جاب معروفه قوي من قلبين الدفاع في الاهلي. المره دي حضنوه كده وقال لك ما حدش هيرفعه، ما انت ما ينفعش تحضنه كده لانك هتفتح مساحات للاطراف. صح. طب ما فيش ايه؟ ما فيش اطراف. طب هو بن شرقي ما ضمش وزيزو ما رفعش ليه؟ هما بيرجعوا يستلموا قوي لان ما عندكش باكات مش مامن. ولما هاجموا مره واحده لقيت حسين الشحات هو القائم كان منفرد لوحده. لما فكرت تنطلق فرجع تاني. فانت دلوقتي مش هيجي جون الا بمجهود فردي، وده اللي حصل معاه بمهاره فرديه مجهود فردي شيكابالا عدي من 4. فانت مش هتجيب جون الا كده. وانت لو شغلت الكروسات وطورت هجومك انت ماسك الكوره فين؟
في المنطقه اللي ممكن تعمل فيها فاولات، المنطقه اللي ممكن تعمل فيها فاولات مش مؤثره. طب رجعني تاني لو انت طورت الهجوم، لو انت طورت الهجوم فاهم انت هتعري ورا بس ما عندكش الباكين اللي هم خبرات يقدر يقفل صح الباكين، واحد بيطلع واحد بيتاخر، ما عندكش الخبرات دي فانت مش عارف تطور الهجوم. لو بس لو طورت الهجوم هتنقل كل الخطر دي هتقدر تحرز اهداف بس بمخاطره بالظبط. ففضلت انت بمجهود عالي عمال تطحن تطحن تطحن، احنا كنا بنلعب يعتبر ناقص اتنين، مش ناقص اتنين عشان وحشين، عشان مش عشان مكانهم تلعب الفريق مش مكانهم آه. فانت كده بتلعب تسعه وماسك كرة على الاقل لغايه ما جت الكرة دي. اللي عمله محمود علاء وبن شرقي ده مجهود ذهني طبعا، اخر 10 دقائق خلاص الاكسجين في المخ بيقل، فخلاص اللي هو ده بدل ما يطلعها بره طلعها في قلب الملعب، التاني ما التحمش ياخد انذار، ده كل ده ذهنيا. انت 80 دقيقه بتفكر في هجوم فجاه التركيز بينزل شويه، لازم لازم ينزل. وجت باتشيكو بقى هو اللي بيمسك الكوره، والدليل على ان كل ماتش فيه 15 فرصه. يبقى احنا دلوقتي انتوا بتقولوا فنيا، فنيا كارتيرون بيقدر يسرق الماتش يسرق الماتش، بس الزملكاوي برضه عمالين يقولوا ايه ده على طريقه كوبر كده، كوبر بيدافع قوي ومستني واحد زي محمد صلاح. انت ما عندكش محمد صلاح، مستني بيلعب على لاعب واحد، لكن ده بقى فعلا لا، هو كارتيرون بيستناك عامل زي ال 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 الديب الديب بالظبط، عايز فريسه مستناك بالظبط. لكن باتشيكو بيلعب الكوره اللي احنا بنحبها، فعشان كده الجمهور حبه. انت بس الكوره وصلت المهاجمين وده دورك. طب ايه اللي حصل باتشيكو في اول مره لما جه؟ باتشيكو في 2014 2015 جايب عربيه متجمعه الماتور من حته والبتاع من حته، فريق اول مره يتجمع وحافظ عليه لغايه ما سلم فيريرا، قال لك انا فارق 12 13 بونت اللي يفقدهم، قالوا له ده كانت فرقه قبل كده في 96 97 13 بونت والزمالك ضيع الدوري، قال لك ابقى مجنون. ده عشان بروفيسور، ده بقى الجراح عارف اللي هو طبعا لازم يجي على فريق كامل مش عم. باتشيكو معد يعني ايه؟ شيكابالا يجهز لك لاعب شيكابالا انت ازاي ما بتدافعش؟ بيدافع. امام عاشور انت بتشوط حلو قوي ما بتشوطش ليه؟ بيشوط. زيزو انت مكانك اقدر اجيبك كده واجيبك كده والعبك باك رايت واطلعك قدام، انت الجوكر بتاعي. اول ما جه خدوه بالحضن ساعه ما باس وبتاع، قال له انت الجوكر بتاعي احطك في اي حته، فالواد ايه اعتمد عليه. طب يبقى باتشيكو بيعد، وعلى فكره ده صنف حتى اللي اثنى عليه مين؟ جوزيه. مانويل جوزيه لما جه لقى اسمه دوت جيلبرتو يقول له لا لازم تستلم مكعب رجليك على خط التماس، وسع لي الملعب على قد ما تقدر، افتح الملعب. ده شبهه شبه مانويل جوزيه اللي بمسك لعيب اللي هو صبر على فلافيو لغايه ما جاب. ده بقى اول ما جه قال باسم مرسي ايه ده؟ انت بتلعب في مهاجم يلعب بيمينه بس؟ الكوره جات لك على شمالك ما بتشوطش بتعدلها، مين اللي هيستناك؟ بقى باسم مرسي يشوط شمال ويمين بتدريب بيدربه بيشوف اللي ناقص فيك ويكمله. لان هو بص انا ما ينفعش مدرب اجنبي جاي ادفع له فلوس زي فريرا يجي يقول لك انا اعلمك التسليم والتسلم ازاي، ده بتاع الناشئين. باتشيكو بقى عارف هو جاي فين، زي جوزي عارف ان انتوا متاخرين كرويا، فانا جاي اعلم الحاجات اللي ناقصاكم من وانتوا مع إيه شغله كمدير فني، مع شغله كمدير فني. يبقى عرفنا الفرق ده وده. باتشيكو على اللونج ران هيعمل لك فرق، يبني لك فرق على اللونج ران هيبان. يمكن الجماهير مش صابره وعايزين نعوض وناخد افريقيا مش عارف ايه وعايزين نسرق، وبرضه جمهور الزمالك المينتاليتي بتاعته اتغيرت والافكار بتاعته اتغيرت، ان الشحن من هنا ومن هنا ما بين الجمهورين اهلي والزمالك بيشوف ان هو احنا كل سنه 3 بطولات انتوا جبتوا كام؟ فاهم؟ فبقينا احنا برضو ايه على فكره الفتره اللي فاتت اتكلمت بنفس اللهجه بتتكلم بنفس اللهجه احنا مش عارف ايه احنا ما احنا خدنا رحنا بدلهم سوبر المصري السعودي. على فكره الزمالك عمل اعلى دعايه في تاريخه في الثلاث ماتشات دول طبعا، السعوديه في الرياض في الماتش بتاع قطر وبعد كده الماتش بتاع الامارات كان ابو ظبي. الثلاث فدراليه كمان لا انا بتكلم لا هو بيتكلم على العائد المعنوي لانك انت انتصرت في الثلاثه لا وثلاث اماكن مختلفه بجماهير. اخر مباراه في العالم بطوله باحتفاليه كان نادي الزمالك صحيح، بايرن احتفل من غير جماهير يعني انت كان اخر السوبر الافريقي كان السوبر الافريقي بعد كده فبراير وبعد كده الثلاثه مصر كمان السوبر الافريقي ومصر فبراير وبعد كده قفلوا 14 20 فدي اخر. وانت شوف انت بقى لما تعمل في الخليج، من خليج العالم كله بيتفرج عليك افريقيا والعرب كلهم بيتفرجوا عليك في سوبر مصر سعودي وسوبر المصري اللي هو انا حظي كنت موجود في الثلاث مباريات بره. طب ما هو كنت معايا انا كنت اتمنى والله. طب قلت لي قول لي بقى قول لي الفرق. احنا اتكلمنا عن كارتيرون فنيا والمدرب الاخر، انا عايزك تكلمني عن الطريقه اللي راح بيها كارتيرون، راضي عنها ولا لا وليه؟
ده احنا دلوقتي امام معضله. يبقى ابقى كذاب لو قلت لك ده شكل طبيعي، مش كده؟ ده حاجه يعني ايه، ملهاش حسابات الا لو فيه ايد خفيه بتشيله من هنا لهنا. ايوه يعني انا ما ينفعش اقول له انا راح قدامك شهر وتروح كاس عالم انديه، طب هديك اللي انت هتاخده. لا برضه لا، في اصرار على انه يمشي. ده دليل على ان هو واخد اللي يامن مستقبله. لو ما هو ممكن التعاون ده يبطلوا تدريب طبعا، لان هو نادي ملوش اسم، يعني مش راح النصر ولا الهلال. بس طب ممكن عامل معاهم نتائج كويسه. هو العمل مع لا عمل معاهم نتائج، جابهم من التسعة عشر ووصلهم من ربع زمان. هي المشكله مش في كده، انا بتكلم المدرب ده بيسمع لما تلاقي ايه السي في بتاعه، ده خد دوري مش عارف ايه، احنا جايبين جروس يقول لك ايه واخد مع بازل 4 دوري، واخد مع شالكه مش عارف ايه، واخد مع الهلال الاهلي السعودي، ما ده السي في بتاعك. لكن لو هو راح التعاون والحظ ما مشيش معاه هيصارع الهبوط، ما هو اوريدي واخده 10 طبعا، لو سابه 10 11 ده ايه ده؟ فاتنسى، لانك انت لازم تسمع في نادي كبير فتحقق معاه فبيبص لك انديه ثانيه. طب ما انت عندك اسمه دوت جروس، ما هو جروس واخد كونفدراليه مع الزمالك، راح جاي له شالكه، فريرا واخد دوري مع الزمالك، ده هو السي في ده لسه شغال اهو، حقق بطوله، واللي بيقراها يقول لك ايه بعد غياب كام سنه الزمالك بيحقق، فاهم؟ فراح جاي ايه فريرا مش جاي له السد، لا ده بعد كده جاي له في امريكا اللاتينيه مش فاكر. لا والزمالك بيلمع اي مدرب بيجيله، ما هي الناس بتقول لك ايه بيلمع، لا في اقول لك على حاجه، الزمالك بس بس وحتى مع اللعيبه لو اسمها على بن شرقي لا لا وعلى ساسي برضو الزمالك بس. ساسي وبن شرقي كانوا انت جايبهم من الدكك، هو وزيزو كان فين؟ كان قاعد في المنيا، في المنيا قاعد مستني ربنا يرزقه. فهو المفروض يقدر يعني ايه، ما حسين ياسر كان خلاص هيبطل كوره، اقول لك مين ولا مين؟ هو مؤمن زكريا ربنا يشفيه، شاف منتخب اللي مع الزمالك. قطع كلامك، وحسين ياسر بقى زملكاوي قوي يا مصطفى. ايه بقى زملكاوي قوي، ما هو بقول احلى فترات حياتي الزمالك. في اقول لك على حاجه، لا حتى اللي راحوا الاهلي يا كابتن، ايه حتى اللعيبه اللي سابت الزمالك راحت الاهلي رجعت قالت انه احلى فتراتها كانت في الزمالك. ما بص، ما هو لما تشوف كابتن رضا عبد العال هو بيتكلم وعبد الجليل يقول له لا انت مش في الزمالك، بيقول له انا عايز العب كوره، انبني وافتح وضم ونقرب ونعمل تيكي تاكا. قال له لا انت تكه وطوليه. قال له طوليه ايه؟ انت جايب واحد حريف عشان ما تجيب اي حد يسن جزمه ونطيه. صح؟ فراح قاعد حسين ياسر، حتى وليد صلاح الدين احنا بنحبه، يا ريته كان لعب في الزمالك. وليد صلاح الدين ما كانش ليه فرصه في الاهلي، ما اداش برضه، بينزل سبل لما الجماهير لما الجماهير تنادي عليه، والفتره ده زمان يعني 5 دقايق لما الجماهير تنادي عليه، يعني الراجل ضغط الجماهير بيخليه ينزل 5 دقايق لكن هو مش عايز. اذا في ايد خفيه كانت وراء رحيل كارتيرو. فانا بقول لك ايه لا سيبك من ايد خفيه، انا ما بقولش، انت كمتلقي مش هتقول خاين وتجري. قول لنا واحد رايح كاس عالم الانديه وقال لك هديك نفس الفلوس وهتاخد مكافئات وهتتلمع، فاضل لك ماتش وانت حظك يا سيدي ماشي مع انا رايي يبقى كده في ايدي خفيه، حظك راكب على الاهلي، فاهم؟ انت حظك راكب على الاهلي، فانت شهر خد اللي انت عايزه وامشي. لا دلوقتي انا عشان كده قلت في الانترو التصرف غير شريف، ده كده يعني انت مثلا لو انا باخد $1,000,000 في السنه انا هديك 10. يجي واحد بيتفرج علينا اهلاوي يقول لك انتوا دايما عايشين في نظريه المؤامره. لا طب ما فايلر مشي في نفس التوقيت بعد ما احنا قلنا ده في ايادي خفيه مشت كارترون، اتفاجئنا انه فايلر بيمشي من النادي الاهلي في نفس التوقيت. فايلر من يناير بيقول لهم زوجتي لا لا، واقول لك على حاجه بس كان عندهم قبل القريبين من جروس، مفيش سويسري هيعرف يعيش في الشرق الاوسط، بيتعب. بس هو جه بالذات في مصر. لا ما هو جه عشان بيتعب. وكان برضه فضل هو بياخد التجربه، بياخد التجربه، لكن اللايف ستايل هنا هو ده غير سويسرا تماما. السويسري بالذات صعبه جدا. هو ده بيقول على فكره مرات جروس برضه اللي قالت له لا. يعني جروس هو اللي مشي. مش جروس هو اللي مشي، هو ما قدرش. دي معلومه انا اعرفها من الناس قريبين منه والله. هو ما قدرش، بس هو كمل يعني وضعه مختلف عن كارترون. هو كمل معاه لان هو مرتبط بعقده. انا بتكلم على فايلر من قبل ما يمشي بست شهور بيقول انا براجع زوجتي، خاصه بقى كمان بعد دخول الكورونا، هي مش هنقدر نقعد فتره اطول من كده، ولازم امشي. بس هنا في الزمالك هي قصه في ايه بقى؟ انت سبت الزمالك عشان خاطر الفلوس، صح؟ جاي بيقول لك اتنازل عن الفلوس وجاي الزمالك. الله انت سبت. بس هو راجع بيقول دلوقتي ان انا باكد على معلومه ان انا ما سبتش الزمالك عشان خاطر الفلوس، هو ما حكاش تفاصيل ولا يعني بدليل ان انا اتنزلت عن الفلوس، انه بتقاضى يعني ضعف ما يتقاضاه في التعاون السعودي. طب والمكانه الادبيه مثلا بطوله افريقيا والزمالك وجماهيره وسمعته وسط العالم والانديه، ان ده ممكن يسيبني دلوقتي وما قالش المبررات يعني دي لما مشي. يعني انا نادي دلوقتي لما يقول لك ده المدرب الهارب ده،
هاتوا عشان ده احنا ممكن يسيبنا في اي وقت. في جملة تالت لا، اللي يخليه يسيب نادي على شفا بطولة وكاس عالم أندية قارية سفي. ايوه صحيح. ايوه لو انا خدته نادي في اي حتة في اوروبا في بتاع ده انت سبت العظمة والاضواء. مش عايزك، مش هاخده. انا هتاخد معايا ايه؟ طبعا في جملة تالت في السياق ده على لسان كارترون لما رجع، بس ما انتشرتش للاسف وسائل الاعلام يعني، او ما حدش عرفها كتير. بتعضد موقفك ده وبرضه بيصير اللغط للامانه يعني، عشان قال لك انا شاعر بالذنب تجاه الزمالك، فقبلت باي تخفيضات ان انا ارجع للزمالك. ده شغل تمثيل. لا ده شغل، ده شغل فرنساوي فرنساوي قوي. ده شغل فرنساوي. تفسر بيه، تفسر بيه ان هو ساب يعني. انا لو مكانه، لو انا مشيت رحت التعاون باخد اضعاف المبلغ ده وانا هل اتسال؟ انا هقول لك كلام مش بينفعش يتقال. هقول لك ده تاخد 6 شهور برقم كبير جدا، في حيث ان هو ايه ما تلعبش البطوله دي. يخسر البطوله دي؟ لا ما كده مؤامره. انت ما بتلعبش بعد اصل راجع تاني ليه؟ راجع بعد ايه؟ ليه يعني؟ ما تاخدهاش من زاويه ان الزمالك نادي كبير. أيوة. فقط هو الجماهيريه دي، فقط حب الجماهير. اللاعيبه كانت ممكن ويقال انك بتتواصل معاه يعني. انا دلوقتي انا دلوقتي يورجن كلوب، انا بقول لك ده اللي يورجن كلوب مثلا بدا حياته في ماينز الالماني وبيحبوه هناك جدا. ساعة ما جاب زيدان اساسا كان في ماينز، وبعد كده خدوا بروسيا دورتموند. هل هو في ليفربول دلوقتي ماينز يقعدوا يكلموه تعال لنا راح سايبهم ماشي؟ لا 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 انا بقول لك حاجه باتشيكو. انا فاكر كنت في الفتره دي في الزمالك في باتشيكو، اللعيبه راحت له 6 اكتوبر وما سيبناش. طب وفريرا اللي كل اللي وقال لك مش كل الجماهير بتتواصل على صفحته وتبص دماغه ما جاش ليه؟ بص ذكاء، بص ذكاء ما جاش ليه؟ عشان المساعدين بتوعه سابوه. ده اللي قال الاستاذ امير مرتضى، قال لك عبال ما اجمع. قال لك في شهر 10 عندي عمليه ومش عارف ايه وعمل في مساعدين. المهم ان مشي بذكرى طيبه من الزمالك، وده اللي انا عايز اوصل له معاك. الذكرى اللي مشي بيها كارترون انا شايفها ذكرى غير طيبه. طب الناس دلوقتي بتحاسبني انا مثلا كواحد، انا بعتبر نفسي واحد من الجمهور. انت بعوده كارترون ولا لا؟ لا ادبيا لا خلاص. انا فنيا انا بقول عليه كويس بس مش كده. انت متفق معايا؟ لا لا طبعا انا قلت كده. بتحب انه باتشيكو يكمل؟ طبعا لا طبعا، حتى لو اي نتيجه تحصل طبعا. وعارف ان احنا كنا هنخرج، ممكن تتعرض لدروب، وعارف ان احنا كنا هنخرج مع انا يعني مع كارترون متفائل، مع باتشيكو مش متشائم بسببه. ده لان اللعيبه بدات تفك منه. لا ما لهاش علاقه بالزمان. ما هو اللعيبه بدات تفك منه، مش عارف ما عارفش يسيطر. هو مش واخد الدعم. هو كان المفروض يبقى معاه 2 واقفين بره اسود طبعا مصريين. اتكلم على الكابتن اشرف ياسين والكابتن عبد الحليم ومدير كرة اسد، كابتن عبد الحليم وكابتن مدحت. ما هو كابتن عبد الحليم وكابتن مدحت رجاله وكل حاجه واحنا بنموت فيهم، بس كابتن اشرف مشرف مش كل مره أسد. احنا دلوقتي هل في اختلاف على الشخصيات اللي موجوده لا. لا دلوقتي لا. حتى في مجلس الاداره او المجلس المعين الناس كلها محترمه، الناس محترمه، ولكن بس في اختلاف. ما ينفعش كل شويه تيجي تجربوا فينا يعني ايه كل يوم ميزانيه تغيرها. يعني ايه فريق كوره؟ يعني ايه نفسيه لعيبه؟ يعني ايه تفاوض؟ يعني ايه اكتب عقود؟ يعني ايه فيفا؟ يعني ايه كاس؟ طب ما مرتضى منصور ده ملك المحاماه. هل يعني واحد فاهم قانون لما جه مسك بيقرا لوائح الفيفا وهيلاقي طب احنا حمدي النجاز ده حاجه غير اللي هو درسها، ده موضوع تاني خالص. طبعا موضوع تاني خالص. يعني انا لو جبت سمسار هتلاقي اشطر من في مستشار في مجلس الدوله في شغل الفيفا. ما احنا ما ندخلش ده في ده، دي شغلانه ودي شغلانه. فدلوقتي بيجربوا في الزمالك. انت بتيجي تحكم عليا انا كمشجع، يقول لك ينفع النادي؟ يا حبيبي انا ما اخترتش حاجه لغايه دلوقتي. انا ما اخترتش كمشجع الناس المحترمه دهيت او غيرهم او كل غيرهم. حاجه اتفرض. انا اتمنى يكون عندي ناس ذوي خبره. طب ما مرتضى منصور في البدايه قعد يخبط، جه فرقه كامله ومشاها. اكتسب خبرات. اول ما اكتسب خبراته وعرف ان انا حافظ على الكيان بتاع خلاص بقى احنا هنقول بقى اثبت بقى على كده طار. انما دول شخصيات محترمه لكن ما عندهمش خلفيه الاداره الرياضيه. ما هو ده بكده اداره نادي بيختلف. ما هوش طبعا ما هوش سوبر ماركت. على فكره اللي اخترع الموضوع ده محمد حسن حلمي زاموره. طبعا اول رئيس نادي كان لاعب، وبعد كده النهج اتنقل بقى في الانديه الثانيه، بقى لعيب الكوره هي اللي بتمسك. كان دايما وزير سابق اللي بيمسك الانديه الكبيره من بالزبط. زمان وزير الحقنيه، وزير الزراعه، وزير مش عارف، كان هم اللي بيمسكوا كده مناصب. اذا مصطفى الفخراني يختلف على كارتيرون عودته ادبيا ويتفق على عودته فنيا. ما بص حضرتك، لا هو رافض الاثنين. انا رافض عودته من الاساس. لا انا رافض عودته ادبيا لكن هو فنيا هو كويس. اوكي خلينا فنيا ندعم كارتيرون. هو واقع دلوقتي. انا بشجع الزمالك مش بشجع كارتيرون. بالظبط. بقول لك الظروف اللي احنا فيها دي، الظروف اللي احنا فيها احنا مضطرين مضطر تدعم اي حد. مضطرين يعني انا مش هينفع اقول بس هو يبقى الخيار. عندنا ظروف ومحاكم وقضيه ومستنيين نقض ومستنيين طعن ومستنيين الحاجات ديت.
انا كجمهور زمالك انا مالي ومال القصص دي بالظبط. يعني انا مالي ومال الحدود انا منتصر يعني انا اجي افتح انا دلوقتي القانون المدني عشان اشوف المحكمه الاداريه والقانون الاداري اقعد اشوف اذاكر انا كمشجع افضل انا اذاكر في الحاجات دي ليه؟ ده في واحد كان معلق تعليق حلو يقول لك ايه واحنا هنصالح بن شرقي على خطيبته يعني احنا بنقعد نتابع يعني بنت النجاز الحاله المزاجيه عايزه مدرسه هنا غير مناسبه للبيت انا مالي وانقلوها واعملوها انا يعني احنا داخلين في حاجات احنا في غنى عنها تماما كجمهور بس سيبك من كده احنا حابين نادي الزمالك وحابين ان احنا ندخل بس المشكله بتقعد عندنا بتطول قوي بتتمط قوي وبقينا في اذا انتوا لسه كنتوا بتتكلموا حضراتكم على بيصنفوا الناس على طول ليه انتوا دلوقتي بيصنفوكوا الزملكاويه الاهلاويه الاول وبعد كده يصنفك بعد ما الزملكاويه على انهي مجلس اداره تبع مين ولو انت مع المجلس الاداره دي يقول لك انت تبع مين في مجلس الاداره يعني انت مع اسماعيل يوسف مثلا ولا مع مستشار احمد جلال مثلا ما كل واحد وليه رجالته انا الاثنين حبايبي ما بتفضل لا انا بتكلم على ان انت بتفضل ينزل يصنفك مش فاهم ايه القصد من التصنيف انا ليا دلوقتي حضرتك راجل صحفي حضرتك راجل محرر حضرتك راجل اعلامي عندك موضوع بتعرضه من وجهة نظرك ومن وجهة نظر الناس التانية لو زودت كلمة عشان تجامل عشان ترفع من حاجة دي معروفة يعني أنا في ناس كتير جهبزة الإعلام الرياضي واللي عملوا تاريخ في الإعلام الرياضي ليهم فرشة يعني أنا دلوقتي عايز أعاقب لاعب في الزمالك هنقولك إيه مش هنتقدم الدخلة مش هنتقدم ولا هنتطور لما الكبير يتحاسب قبل الصغير رفع صباعه كده يروح جاي ايه لعيب الزمالك يتعاقب فالناس كلها تسقى اول ما يعمل اول بقى يكون من الجانب الثاني اللي هو متحيز ليه الفرشه بقى هتستفادوا ايه في توقيت زي ده ان انتوا تحاسبوا فلان ولا توقفوا لعيب مهم واحنا داخلين مع المنتخب وده لعيب دولي فلعيب الدولي بتاع الاهلي ما توقفش فيقول لك يعلم الروح الوطنيه مصلحه بيعلم الروح الوطنيه مصلحه فصلك التقدير مصلحه الشناوي لعيب دولي ما يتوقفش اربع ماتش ده بقى لعيب دوت لا الاخلاق أولي. لكن فرجاني ساسي في اللي طالب بترحيله ده يودينا السؤال بتاعك بالتاكيد على ذكر الاخلاق اولا الوطنيه الحلقه بقى في قويه وفرشتها وبعدين يعني مثلا كان لسه ذاكرين حازم امام يقول لك ايه جري ورا بص اللعبه بالالفاظ جري ورا باسم مرسي بسكين اولا هم كانوا في المطعم في بعثه بياكلوا بره مصر فهو دي سكينه معلقه سكينه تقصري اكل سكينه طعام دي ما بتعورش فمجرد ان في حد عمل كده يشوح لك بقى يضربه بسكين دي بقى ان هو جايب سكينه معاه من المطار وعدت وسويس نايف او مطوه وماشي بايه بلطجي فالناس على طول تتوجه بقى ما نعرف ازاي اوجهك بيجري ورا زميله بالسكينه هي سكينه زي ما وجهك ما قالش سكينه طعام على الترابيزه لو قال لك سكين الطعام على الترابيزه هتعرف ان دي ما تعورش اكيد هو بياكل واحد بيقول لي حاجه رحت انا مشوح له كده فاهم خلاص زي ما وجهت لو المجلس المشرف متضرر نصر لما وداه الاتحاد مشاه راح الاتحاد رغم توسلات باسم انه ما فيش مشكله وان الموضوع اتلم والموضوع ورجع بقى ما حدش قال لك المبادئ والاخلاق حصل المداخله اتصل بيه كابتن شوبير ساعتها قال انا عارف ان انت هتقول زي احمد وامير وعارف ان انت هتصالحوا يا راجل هتبقى عليا الطلاق ما راح تنفذوا ماشي عكس ساعتها كنا بندور على باك لعبنا سان داونز من غير باك رايت وباك ليفت كنا في عرض لا افريقيا 2016 كان عكس التناول الاعلامي في قضيه اعتداء كهرباء على محمد فضل طبعا اعتداء على عضو لجنه ثلاثيه او كانت لجنه خماسيه ولو رئيس الاتحاد والاخر تم الصلح في قعده عرب مش باللوائح بوسوا بعض سلموا على بعض انت بقى طيب خلينا ننتقل لجانب اخر بعيد عن باتشيكو وحازم ومشاكلهم الزمالك يا فخراني الزمالك الفتره اللي فاتت دي كلنا شفنا كميه تنمر رهيبه على نادي الزمالك على لعيبه نادي الزمالك في صيغه استاذ جامعه بينزلق ويحط سؤال ويموت ويحيي كانه في امتحان ثانوي عام دلوقتي عصام عبد المنعم بيطالب بترحيل في الاساس مش عارف شفت قضيه التنمر على الزمالك دون ثواه ازاي قبل لا يا ريت بص كده في الاعداد كنت انا انت كنت محضر حاجه في القصه دي عن اخبار عايزين نشوف كده اخبار عشان في كمان خبر في اليوم يا ريت محمد ابراهيم واسلام جمال وعمر يعني في تناول غريب جدا فاكر الماتش 3-1 بتاع الزمالك اللي هو بتاع الترجي في الادوار المفروض احنا في ماتش عوده قال لك ايه يحتاج الزمالك انه يتغلب 2-0 عشان يخرج يعني اجهد نفسه عشان يشوف الزمالك محتاج الحاجه الوحيده اللي الزمالك طب وليه اساسا ده المفروض احنا دايما مع النادي المصري صح كجريده مصريه مع النادي المصري ايه اللي محتاجه عشان يعدي ده بيدور على ايه اللي يحتاجه عشان يخرج على طريقه الاهلي 5-0 من سان داونز قال لك الاهلي يقدر
يعني نفس الرومنتاد. فاحنا عايزين نعرض يعني. بص شريف عبد المنعم انا جايب اعتذارات عشان ما جبتش العدس عشان ما حدش يقول حاجه. أيوة بنجيب حتى الاعتذار يعني. هو دلوقتي كان بيتمنى قال لك ان شاء الله هيتغلبوا الماتش الجاي ده شريف عبد المنعم كابتن شريف عبد المنعم. فده في بيتمنى هزيمه الفريق المنافس افريقيا. ده كان في الكوفة مع ان انت تقعد مع الناس كتير قوي من الاهلاوي بس ما فيش في الكوره ده يقول لك لا الزمالك يكسب في افريقيا وادم بيلعب ما بيلعبش مع الاهلي نتمنى له الخير. فما هو بيقول لك نجم كوره كبير نجم كوره كبير لما يقول اتمنى المفروض الاهلي يخرج بره يخرج بره الموضوع كان في قناه الاهلي يخلع عباءه ذم المنافس دي بره اي منافسه شريفه حتى في الاعلانات. يعني انت ما ينفعش اعلان مياه غازيه يشتم في مياه غازيه ثاني يعني بيقعدوا يعملوا ايماءات يعني يقول لك ان احنا احسن من التانيين احنا نمبر 1 احنا نمبر لكن السخريه منك مباشره ده خارج نطاق اعلامه خارج نطاق اعلانه خارج نطاق دعايه بره تماما عن لا سواء بيقولوش للامانه هم شاطر ما بيقولوش الزمالك بيقول لك المنافس ما هو اتعلمها مني انا بقول المنافس برضه في برضه في برضه هتلاقي عندك لسه في حاجات يعني في في كذا في كذا خبر يعني يا ريت يعرضونا في امتحان ثانويه عامه اللي هو ثانيه ثانوي انجليزي بيقول لك النادي الاهلي حقق الهاي سكور في ناخد ساس الاول اهو سمع عبد المنعم ربنا يشفيه كابتن عصام بلغت في ازمه. هو انا جاب دي ليه؟ عشان هي اتقالت فين والوقت لو هو لو هو مش غلطان مش هيعتذر طبعا عشان الناس هتقول لك ايه انتوا بس اللي بتقعدوا مش عارف ايه وبتمسكوا في الكلمه أوه. ما هو لو مش غلطان اعتذروا لا اعتذروا فكم واحد اعتذر هتلاقي برنامج ابله فهيتا يقول لك طارق الشيخ اعتذر اشرف عبد الباقي مسرح مصر اعتذر عن مش عارف ايه وما كانش يقصد ادي طارق الشيخ معانا يعني يعني احنا قاعدين كجمهور زمالك بالملايين بننتظر اعتذارات اعتذارات من مسرح توك شو برامج رياضيه برامج غير رياضيه اعلانات يعني اقول لك على حاجه اغرب حاجه بقى الزمالك راعي راعي لكل الدوري المصري لما تعمل سخريه من منافس قلت ما ينفعش طب تعمل سخريه من نادي انت بترعاه لصالح نادي تاني يعني احنا قلنا انت يا عم هتقول كلنا معاك يا اهلي كتحيز سافر يعني انا احنا مع الاهلي بس ماشي يا عم واحنا ملناش لازمه يا عم كمشجعين او كده ودايما اقول يعني هل فرجاني ساسي اللاعب اللي ما بيعرفش يمشي في تونس اللاعب الدولي اللي بيتحط ويتحط عليه الفرقه ولا في مصر وشكله وطوله انا بتكلم على ستايل كمان. ستايل كمان هل هو مثلا يعني في لعيبه كتير جدا وبن شرقي وزيزو يعني في لعيبه كتير جدا مش لاقيين اعلان طب انت راعي يا عم قول كلنا معاك يا اهلي فاهم وبعد كده ومعاك برضو يا زمالك في حاجه ثانيه والزمالك والزمالك معاك في حته على جنب الشيخ اللي ما كانش بيلعب في الاهلي مشي واعلانه بيتذاع لحد دلوقتي على طول وانت بتتكلم على بن شرقي هو في اوجع من كده اعلان يا سيدي يا سيدي احنا كان معانا صوره بن شرقي حتى رضانا محمد فتره من الفترات اي اهو ده اللي قال لك في جامعه يقول لك وفاه بن شرقي افترض وفاه سؤال افتراضي يعني وبعدين يطلع يقول لك انا مش قصدي طب ما تطلع تقول فزعنا ليه طيب وبعدين حتى الزملكاوي اللي قراها في الامتحان ده يعني انت قفلته احبطته محلش طب مش عارف فاهم لو وجد واحد زملكاوي متعصب مثلا او بيحب بن شرقي فيلاقي الموضوع ده طب احنا بقى الاعتذارات دي حتى لو مش بن شرقي لو مره 2 10 15 طب احنا نفضل نجري ورا بقى ايه دكتور جامعه ودكتور مش عارف ايه وامتحان ثانويه عامه وامتحان ومسرح مصر وابله فهيتا ونفضل نجري ورا كل واحد بيتنمر او طب ليه بيعمل كده يقول لك عشان احنا بنرضي الاغلبيه طب مين افترض الاغلبيه دي مش عارف جبتها منين يعني مين افترض عندك احصى بيها انا لا ما في احصى لو انت والله حتى الاغلبيه انا بكلم اللي بيعمل كده يعني هو جمهور الاهلي مع احترامي يعني هل هو قال له استاذ الجامعه ده ولا قال للشركه والنبي اعملوا لنا الحاجات دي لا انا شايف انه في واحد بالانتماء وفي واحد بالمصالح في واحد بالمصلحه بيعمل كده مقابل مصلحه وفي واحد بالانتماء لا هل في دكتور جامعه زمان طب ما دكتور كمال درويش ده عميد كليه التربيه الرياضيه وقعد في الزمالك لاعب سنين واداري وبتاع هل هو هيجي مثلا يمسك الاهلاويه في اللي عنده في الجامعه استحالة. يسخر منهم ولا يسخر منهم مش شفناش مع ان هو كمان في فترته كان واخد افريقيا وعربي عشان ما يجيش يقول لك ايه وانت طريقه ليه وانتوا لا كان واخد ساعتها كانت ايام كمال درويش اعظم اعظم فقره في تاريخ نادي الزمالك مع مع دكتور كمال درويش عربي وافريقي ودوري وكاس وسوبرات يعني في تنمر مقصود مش عمليه كده لا هو مش مقصود هي العمليه عمليه الزمالك مستباح ليه؟ علق لنا طبعا الصوره اللي على الشاشه دي. اه بص اهو. مباراه الاياب بين الزمالك والترجي يوم الجمعه المقبل.
في مدينة رادس التونسية ويحتاج الأبيض الخسارة بثنائية نظيفة. شوف ال يعني اللي كاتبها يعني مش المفروض الأبيض التنزاني مش يحتاج يعني كأنه الزمالك الأبيض التنزاني كأنه الزمالك متعصب. أنت بتقول إيه؟ الناس زعلانة مني. أنت قلت إيه مش حقيقي؟ يعني أنت دلوقتي بالك صحفيا كارثة. أنت بتقول يحتاج كأنه الزمالك بيسعى إنه يخسر اثنين عشان يخرج بيجتهد عشان يخرج وإحنا بنساعدك فاهمني؟ تعالى بقى العكس الناحية التانية التوك شو الأهلاوي كل لما كان الأهلي راح كأس العالم للأندية قال لك دعم الاهلي واجب وطني. ده شريف عبد المنعم قال الزمالك يخسر واحد الصحفيين مش عايز اقول اسمه برضو لان صديق عزيز قال لك يا رب اليابان يحصل فيها زلزال لو الزمالك وصل عشان ما يلعبش كاس عالم او يحصل مش عارف ايه. فشوف التداول هنا عامل ازاي. لا ما ترشش على عزك. لا لا ما قلتش على عزك. لا دي كانت منين؟ دي كانت منين؟ دي كانت منين؟ انا عارف ان انا عندي اريحيه تماما ان انا لو سخرت من الزمالك مفيش حاجه ولو قلت كلمه على الاهلي هيحصل 100 واحد يقف وراك. صح. أول قلت كلمة على الأهلي الأهلي تهاجم. الاستقرار اللي أولا. حصل في النادي الأهلي على مدار السنين اللي فاتت خلته عنده من الرجالات اللي يقدروا يحطوهم ويسكنوهم في أماكن إعلامية واتحادات ولجان وكاف وفيفا تقدر تدعم النادي الأهلي وتقف. سوق الإعلانات ده قعد فترة سنين طويلة في إيد النادي الأهلي وما زال ماشي بس لا ده كان عنصر فعال اللي هو بيمضي العقد رئيس النادي الأهلي يعني دلوقتي شريك ده اللي كان بده مرتبات يعني انت من اسبوع الاهلي بيفتتح نادي الاهلي فرع الاقصر وهو مركز شباب طيبه مركز شباب فانا عايز اقول لك على حاجه بكل بساطه يعني انا لو جيت على نادي الاسماعيلي رحت واخد كام مركز شباب في كل محافظه وسميته الاسماعيلي ماشي وخد بقى اشتراكات وتجديد وبتاع واجيب شركه تجدد وبسينات وبتاع ولم معاه هيبقى اغنى نادي في مصر هساعده صحيح. فيبقى انا لما اجي اقول ايه الانجاز لما اجي انا اجيب استاد السلام واقول دي للاهلي ايه الانجاز اللي عمله مجلس الاداره ما هو اللي يقول لك ده جاب مش عارف ايه ما بيلعبش عليه ما جابش ما بيلعبش عليه انت كده هو بتتحيز بتدي واحد يقول لك ايه اصل الاهلي بيحقق القاب كتير وهو واجهه مصر وهو لا تعالى هنا خليك عادل لا 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 الحاجات دي هي اللي جابت الالقاب الفلوس دي اللي جابت الالقاب اللي خلتك تجيب لعيبه الرعايه دي اللي جابت الالقاب صح انت خلقت الشعبيه الزائفه دي اللي انت لا انا لا انا لو عايزين اقول لكم شعبيه طب هقول لحضرتك على حاجه لغاية قبل اختراع الراديو كانت كرة القدم من العشرينات محمود بدر الدين من العشرينات ده كان إبراهيم علام كان هو أول واحد ناقد رياضي في التاريخ جهينة ده كانت نسبة الجماهير الكرة في مصر دي أغلب المصريين كانوا فلاحين في الأرض أو حرفيين أو بعض العائلات الارستقراطيه اللي ممكن تروح الاستاد في اوقات صغيره زي اغاني فنسبه نسبه المصريين اللي كانوا بيتفرجوا على كوره لغايه قبل الراديو لا تتعدى 2-3% صار 19 ساعه الراديو وبعد الراديو لا تتعدى 10% يعني ما فيهاش اي حاجه لا تتعدى 10% اول ما ظهر التلفزيون كان الزمالك بقى خلاص بقى ايه الفتره بتاعت نادي فاروق كان كل اكابر البلد زملكاويه طبعا هيراضي الملك على الاقل يعني صح. فكل اكابر البلد يعني الامير فاروق وبعد كده الملك فاروق المحبوب ملك مصر والسودان بيشجع الزمالك فاحنا كلنا فكله اول ما ظهرت التلفزيون في الستينات كان الزمالك في السماء والاهلي بيصارع الهبوط ما خدش بطوله في الستينات فطبيعي انت بتقول ومع حط دي جنبها ما كانش في حته بقى ايه اصل احنا معانا 25 مش حط الزمالك فوق ولا اداله الرعايه بقى ولا اداله الفلوس لا لسه هقول لك بقى اصل انت دلوقتي ساعتها يقول لك ايه لا اصل الاهلي كان واخد 9 ما فيش حد كان بيشوف احصائيات ويحدد ساعتها يقول لك اصل الاهلي كان واخد 9 دوري لا لا هو اللي انا شايفه دلوقتي والشعبيه لاعب مش نادي على فكره البدايه يعني انا دلوقتي اخر 10 سنين العالم مال ناحيه برشلونه بسبب ميسي صح الجيل الجديد حب ميسي فاعتنق برشلونه لو برشلونه وقع نط خلاص بقيت عشان بقيت مع برشلونه صحيح يبقى انا دلوقتي انا في ناس كتير قوي راحت لشيكابالا في ناس كتير قوي راحت للخطيب في ناس كتير قوي قوي راحت لجيل حماده امل عايز اخدك لحمد يبقى انا لغايه الستينات كان شعبيه الزمالك اكبر لغايه سنه 75 76 فريق التلامذه بتاعت الاهلي ما كانش فيه بطوله اللي جمعوا فيها فرق لعيبه مصر كلها كابتن مختار وكابتن طاهر الشيخ وكابتن ابو عظيم كلهم الشيء يذكر بقى والضغوط والحاجات الحلوه اللي بنتكلم عنها فالشعبيه زي ما بقول لك شعبيه ممكن انا خلال 5 سنين الجايه الجيل اللي طالع لسه بيحدد
الجيل بقى طلع متفتح، مش بابا اللي بيقول، اللي الجيل اللي بيحدد. لو انا عملت دعايه للزمالك وخد 4-5 دوري هتلاقي الغالبيه للزمالك. طب لما يبقى انا لما تجيش تقول لي اصل شعبيه الاهلي هي اللي بتفرض عليا، اقول كلنا معاك لا، ده انت اللي عملت شعبيه. لو انت اللي عامل الشعبيه ده، طب انت قاعد بتزن على المتلقي الطفل الصغير ده يفتح تلفزيونك وي معاك اهلي والاعلان وي معاك انا ماتش زمالك واقعد اقول له معاك اهلي. طب يعني ينفع؟ ينفع اقول لك على حاجه؟ ينفع شركه اتصالات ايطاليه تدخل تورينو معقل اليوفنتوس وتقول لهم كلنا معاك يا ميلان؟ خلي بالك ده الكارثه. انا سمعت ما شفتش طالعين مجانين. طب انا سمعت ما ينفعش. انا سمعت وما شفتش ان اعلان كلنا معاك يا اهلي بيذاع في قناه الزمالك. لا خلي بالك انا سمعت ما شفتوش. ما شفتوش لكن حد قال لي انه بيذاع في ما بين الشوطين ما بين ماتشات الزمالك بتشوفها. يعني انا ببقى قاعد بيجبرني انا قاعد بتفرج على الزمالك حتى لو ابني عايز يطلع الزمالك يقول لك لا كلنا معاك. يبقى دي شعبيه بالدفع بالضغط. تاخد حته تانية بالتلقين. يعني الشعبيه كده اهو بالتلقين. انا بقول لك بازن الدوي على شربة بتديها له زي الشربة كل يوم. افضل اقول لك فلان وحش فلان وحش بتقوم عليه وبتنام عليه هتكرهه. فلان بيكرهك فلان بيكرهك فلان بيكرهك حتى لو بيعاملك حلو بعد سنه هتكرهه. طب انا عايز اروح معلش منتصر حته صغيره قوي اروح معاك لاحمد الطيب كان مرشح لاذاعه مباراه الاهلي وفيتا كلوب من ضمن الضغوطات اللي بنتكلم عنها. فجاه برضو اعتقد انه اتغير. حقه حق جماهير الاهلي مش عايز يسمع ده بس. ولكن عايزين نقول هل كابتن احمد الطيب هو بالنسبه لهم مستفز؟ بس هو ما قالش حاجه غلط. يعني هو ما غلطش في حد. لما يقول فلان كذا هو بيمجد في الاهلي بيقول اديله بيديله كل حقه. بس جه في مره قال منطقي وعقلاني لما قال عمرو دياب ومحمد لا ولا وبعد كده قال اللي بنى مصر كان في القصر الزملكاوي دي مش دي ما عجبتهمش. فعادي ممكن واحد يقول الاهلي سبب سعاده مصر كمشجع. انت عندك مثلا اللي غلط كان اسمه دوت اللي هو عبده ولا مين كان مترجم هولمان ده احمد عبده اللي قال لك بكاري جزام شتم الحكم الافريقي ومشوه. يعني انت لما تيجي تتحقق يعني تتعدى خطوط حمراء انت كده اخطات. هو ما تعداش احمد الطيب ولكنه مستفز ومن حقهم كمشاهده. واي قناه في الدنيا هتلاقي هاشتاج او اي حاجه لازم هتغير. انا عايزك انت ده جماهير الزمالك الكبيره بتحب احمد الطيب وبتطلبه وما بيطلعش قليل لما بينزل الزمالك. لا سيبك انك تطلب حاجه غير انك ترفض. الاعتراض اصلا الثورات اعتراض مش تأييد. مش حاجه اسمها ثوره تأييد. ثوره تأييد. فانا معترض دي تقف عندها. بس انا شايف انا طالع عشان اسقف لواحد مش شرط اجيبه لك. انا شايف الكابتن احمد الطيب للامانه يعني حتى بعيد عن الجزئيه اللي حصل مزايده عليه فيها لانه في النهايه نطق بالحق. يعني لما يتحدث انه عمرو دياب ومنير ومش عارف مين ومين ده واقع. ده واقع. بس انت انما حتى في تعليقه على مباراه الاهلي بياخد حقه ثالث وثالث هو بينقى تماما. بس حقهم مليون في الميه الاعتراض على الكابتن احمد الطيب او انا عايز اسمع. بس عايز اقول لك على حاجه. سبحان الله انا كزملكاوي القدر خلاني اسمع علي محمد علي. طيب وانت تسمع كوالين اسمع مني بقى. خلينا نسمع بطيشه وانت تسمع بلال الكاشف. معلش لا بلال ما هو حي وقال لك انا الكاشف اللي هو متحي ف حته ثانيه. انا 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 ممكن اشوف تحليل وائل جمعه هم يشوفوا تحليل وائل جمعه وانا اشوف تحليل هيثم فاروق. سبحان الله فرق كبير جدا. والدليل ان حازم امام وميدو وهيثم فاروق حللوا في بين سبورت صحيح والثلاثه لعبوا في اوروبا وشافوا كواليس. ده كان في فاينورد بيلعب جنب كومان وده كان في بيلعب جنب اوليفر بيرهوف. حازم امام لعبوا فين بقى؟ التاني ما خرجش بره يعني اخره الخليج. لا بنياس ما بعد الخليج وثاني ثاني السليه قطر وده. فهم ما شافوش الاجواء الاوروبيه. حتى تحليلهم دايما تحس انه محلي. يعني هيقول لك ايه النادي في برشلونه النادي مش عارف ايه الجماعه. ما فيش يا عم الكلام اللي انت بتقوله ده. يعني هو معذور. ولكن عايز اقول لك على حاجه غصب عنك انت كزملكاوي سبحان الله لما تيجي تقارن غصب عنك هتلاقي كده. طب في ناس تقول لك انتوا بتفتخروا بالمشجعين. لا هي الموضوع مش كده. انت بتقول لي في الاول وفي حد لسه بيشجع الزمالك فانا بقول لك لا ده مجدي يعقوب بيشجع الزمالك. طب انت زعلان من ميدو؟ بقول لك زويل ايه؟ زعلان من ميدو؟ طبعا. ليه بقى؟ هو في ناس برضو اتكلمت كتير قوي يقول لك ايه؟ وفي حاجه لما تصور صوره ما انا اتصورت مع كابتن محمود خطيب. ماشي. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ولا كمان بتكلم على توقيت. بتكلم في جروب معني بحرب معينه اتاخد فيها الزمالك. مش عاوز اقول حرب اشخاص اتاكل فيها الزمالك. عشان انا في اللحظه دهيت اتصور مع الجروب ده. لو اتصورت مع كل واحد لوحده
دي علاقه شخصيه ما حدش يقدر. انت في الجروب اللي في المكان اللي بيقعدوا فيه اللي هم في ليهم عداوه شخصيه مع رئيس نادي الزمالك ايا كان ايا كان، مش في التوقيت ده تطلع الصوره تمام، وانا كمان معاك ومش ميدو. الزمالك هيقع يا جماعه، الزمالك هيقع لو مش 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 مش, مش مسانده لحد. طب انا بساند اللجنه دلوقتي، انا عايز الزمالك يعدي مرحله المجموعات، عايز يعدي إيه؟ هستفاد ايه لو انا دلوقتي مثلا يعني مشيت اللجنه وجبت حد على مزاجي ولا اي حاجه، ويقول لك استنى لما اتفرج يكون الزمالك قعد سنه بحالها في اكتئاب، انا قعد سنه في اكتئاب بعمل ما يدخل المجموعات السنه الجايه. لو دول ما لهمش مصالح انتخابيه قد يكون البديل اللي هيجي من من من, من ناس ليها مصالح انتخابيه فهتشتغلها انتخابات مش هتشتغلها الزمالك خالص. مفيش حاجه اسمها فدول جايين فتره مؤقته هيأدوا المهمه دي وسوا عليهم. قلنا لحضراتكم مليون مره، قلتها مع استاذ احمد هاني ابن كابتن زاده طبعا شخصيته. قلت له دلوقتي انت دلوقتي لما بتيجي تعمل نادي بتروجيت، ده نادي بتصرف عليه وزاره البترول ملايين، ونادي السويس مش لاقي عربيه تنقله للملعب، طب ما تخلي ده يرعى ده وبتروجيت سبونسر اساسا، يبقى عندهم نفس قطاع الناشئين ونفس السيوله الماليه ونفس ونفس، وملعب طوره طبعا وجمهور ونتفرج على جمهور. لا ليه بقى حضرتك؟ نفس القصه، ما انا لو انا جيت هاخد دلوقتي حسني عبد الربه، الاهلي جه ياخد حسني عبد الربه هيحصل ازمه. طيب معلش لو خدت من بتروجيت، لو خدت لاعب من بتروجيت، الاهلي خد لاعب من بتروجيت، في ازمه بتحصل؟ لا لا خالص. لا طبعا. طيب يبقى لو هو في السويس بيباركوا للاعب، لو هو في السويس، لو خده من السويس جمهور السويس مش هيسكت. يبقى لازم ايه؟ بلا وجع دماغ، بلا انديه محترفه، بلا وجع دماغ، احنا مش ناقصين وجع دماغ. فهنفضل في قصه وجع الدماغ دي لامتى؟ لازم توعيه يا جماعه. طبيعي يبقى كل نادي لجماهيره ولملعبه، وتروح تلعب في ملعب الاسماعيليه، وتروح تلعب في ملعب بورسعيد، وتهدي الاجواء وتبقى الدنيا حلوه وجميله. لكن القصه كل شويه يقول لك اصل لا اصل مش هينفع، اصل هنا هيزعل، اصل هنا هيزعل، لا كده مش هنتطور. عايز اسالك سؤال مباشر. اتفضل. جمهور الزمالك، السؤال من شقين، جمهور الزمالك سلبي؟ وايه رايك في الانقسام ما بين جمهور الزمالك على السوشيال ميديا؟ لا هو جمهور الزمالك مش سلبي، جمهور الزمالك ايجابي زياده عن اللزوم. واللي بيجلد ده واللي بيطحن ده، وفي مليون محلل ومليون احصائي ومليون مش عارف ايه، تحت كل شجره تلاقي واحد بيفهم في الكوره او ناقد ناقد فني. ما هو ده طب ايه رايك؟ تراشق كل واحد بيقول ايه رايك؟ ده المدربين وبينهم وبين بعض بيقطعوا بعض وبينزل يخسر يعني. تلاقي رضا عبد بيقطع في الناس كلها ومش عارف في طنطا مش عارف، هتلاقي كابتن فاروق جعفر بيتقطع في حسن شحاته تدريبيا وفلان ما طبيعي ما احنا بنشوف. طب ما بالك بقى الجمهور كده برضه. طب ايه رايك نطلع لفاصل ونرجع معانا الجماهير تشاركنا الحلقه؟ ماشي. وسؤال الحلقه، انت مع عوده كارتيرون وهتدعمه ولا ضده؟ دقيقه ونرجع لكم تاني. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم تاني وفقرتكم المحببه تلقي اتصالات الجمهور. سؤال الحلقه بالتاكيد اللي بيشاركنا فيه ضيفنا العزيز المؤرخ الكبير ابن التلتمين زي ما قال الصلاه والسلام المحترم مصطفى الفخراني. سؤالنا، هل تؤيد عوده كارترون ام ضدها؟ ده سؤال الحلقه. خلينا، انت اتكلمت يا مصطفى في الموضوع ده بشكل مستفيض جدا، فخلينا ناخد اول تليفون. اسامه من القاهره. اسامه، السلام عليكم. ازيك يا استاذ؟ السلام. منتصر، اهلا بيك. ازيك يا استاذ صبحي؟ اهلا بيك يا استاذ، منورين الدنيا كلها والله. ربنا يخليك. ضيفنا المؤرخ الكبير مصطفى، الراجل الزملكاوي الجامد قوي. ربنا يخليك يا استاذ حبيبي والله العظيم. يعني انا مش عايز اقول لكم الحلقه بصراحه مش 2-0، 3-0. ما انا قلت كده في الاول. الله يبارك لكم. وانت الرابع بقيت 4-0 اهو. حبيبي حبيبي حبيبي. ايه رايك في عوده كارترون؟ موضوع كارترون انا معترض عليه ادبيا زي ما مصطفى قال، ومتفق عليه فنيا.
خلاص خلينا نتفق فنيا على كارتيرون بندعمه. شكرا ليك. هو اللي قفل يا محمد ولا حصل حاجه في الخط؟ هو اللي قفل. ممكن يكون خط قطع. هو قال يعني خلينا نكمل مع الناس. طيب انا عايز ارجعك لباتشيكو. شايف ان في شبهه تامر من اي حد على ان باتشيكو يمشي دلوقتي لحد ما يجي؟ انا بقول لك مفيش حاجه على باتشيكو. هو باتشيكو اتظلم. في ناس ساعت انه يمشي، في ناس ساعت التطفيش، مش انه يمشي، في ناس خدت كارتيرون ورجعته بس ده ايه اللي هيخليه يمشي دول؟ ايه اللي يخلي الناس توافق وهي رافعه ايديها كده؟ حتى راي الجمهور ما خبصتش ويمشي اول الدوري رافعين ايديهم ليه كده؟ طب اللي خلاه الفلوس اتوجدت؟ ما كانش فيه فلوس؟ لا كل ده مدفوع. انا ده رايي الشخصي مدفوع طبعا. ما انا قلت كل ده اللي يخلي حد يقول له يا عم بص سنه اهي ليه يا جماعه ما بصش انا شايفها كده ليه ما بصش؟ واحد بدور على جنيه فجاه هدفع غرامه لده وهدفع مش عارف ايه شرط جزائي ده واجيب مش عارف مانويل جوزيه جه ثلاث ولايات مش عارف اربع ولايات في الاهلي بس ما كانش بيمشي وكان بيمشي ثلاث لا, لا مش الانجولا مش الانجولا وقال لهم ماشي واتغلب 3-0 كابتن حسام البدري مشي وقال لك مش هيدخل النادي ثاني ما قدرش. مانويل جوزيه كسبان في القاهره 3-0 راح بيترو اتلتيكو واتغلب 3-0 وسابهم. هي في مشكله وخرج بالبطوله كمان جزاء. المشكله في التناول. التناول يعني ايه مثلا؟ من واحنا هنا حلال وهنا حرام. لا من واحنا صغيرين كان يقول لك ايه كابتن صالح سليم يرفع سماعة التليفون على اي شيخ ولا امير يجدد لفلان ويشتري فلان. انتوا بقى خليكم في المحلات والبوتيكات مع ان ده اصلا الاستثمار الصحيح. صح. وده ما ينفعش تروح تكلم حد عشان يجيب لك لعيب. يعني الزمالك ماشي صح. التيشيرتات دي العالم كله بينتهجها يقول لك جبت فلوس سياسي ولا لا انت بتشحت. احنا الزمالك ماشي ما جمهور ارسنال بيقعد بالسنين ما بياخدش القاب. الزمالك ماشي بنفس النهج اللي اتبنى عليه نادي الزمالك من ناس اوروبيين برضه. هو لو على 20 سنه هو اوروبي وستايل اوروبي واللي بيروح له يعني الزمالك يليق بمشجعيه. طب معانا اسلام فاروق من اسكندريه كمان. اهلا اسلام. اتفضل يا اسلام. كنت زميلنا اسلام. اهلا بيك يا استاذ اسلام. هو في حته فيها شبكه شويه يا اسلام. اتفضل يا اسلام. انا كنت سامعينك. اتفضل. انا مطرب جدا لحضرتك. اهلا بيك بس ريت شكلك بتسمع من التلفزيون يا ريت توطي التلفزيون. اه باين توطي التلفزيون. طب حاول توطي التاني. حاول توطي التاني يا اسلام. كنت بتكلم في قرار فكره انه الاستثمار. انت الفكره اللي اتطرحت انه تيشيرت ساسي وانه ما يبقاش الفكره السياسي وانه في ستورز الزمالك كل نجوم بس كتير تهاجم اي فكره بناءه. احنا بننقل حاجه على وانك بتشحط العالم بيعملها فنلاقي والله العظيم لو تعاملوا الناحيه الثانيه والله العظيم هيقول لك دي الافكار العالميه ودي الناس المحبه لان ابو تريكه قال قال يا جماعه نجمع ونرجع فلوس المعونه اللي ابو تريكه طالع حكم عليه للمره الثانيه. ماشي خلاص. ده ابو تريكه في حته ثانيه. خلاص معانا احمد زيدان من الغردقه. استاذ احمد اهلا بيك. اه كلاعب اهلي مش بتكلم عليك. اهلا بيك يا استاذ صبحي. اهلا يا احمد. السلام عليكم قبل كل شيء. وعليكم السلام. الله في ايه في مشكله في الاتصال. انت اللي قفلت يا احمد ولا حصل عندنا مشكله في الاتصال؟ اكيد يا ريت ترجعوا لنا تواصل معانا ثاني. كنت بتتكلم على فكره انه لما بتبقى في النادي الاهلي خلينا نتكلم بصراحه اي فكره بتطرح بتقابل بدعم دايما انما اي حاجه في الزمالك اي فكره تقابل بهجوم وانت بتتسول ومش لاقينه عيب وللاسف جمهور الزمالك بيتبنى نفس الزمالك. الفكره جمهور الزمالك بيتاثر جدا لما حد يقول له ايه اللي انت بتعمله ده تحس ان هو انا اسف يا جماعه لا ما عادي انا بعمل كده زي اي على نهج اي نادي عالمي واللي عندك ده اللي هو المحب والعاشق واللي بيدعم واللي بيدفع ما فيش حاجه اسمها كده. مع ان الجمهور وفي حد عمرك سمعت ليفربول عايز مدافع دلوقتي يروح رافع سماعه التليفون على مستثمر ولا مش عارف مين الماني ولا فرنسا ده محب ليفربول ده عامل صفقه ما فيش بس هل ده عيب؟ ايه؟ هل ده عيب؟ ما انت عندك في الزمالك ما حدش بيدعم لا حتى لو رفعت 6000 سماعه هو يوسف يقول لك المفروض يبقى في استثمار رياضي بعيد عن فكره ان انا حضرتك انا فاهمك انا دلوقتي راجل ملياردير لو جيت ادعم نادي الزمالك لقيت الزمالك بيصرف 500 مليون في السنه انا اجي جنبه ايه؟ يعني سنتين فلست صحيح تركي الشيخ دعم الاهلي ايه اللي حصل بعد كده؟ ولا فرقت ايه اللي حصل الدنيا باظت؟ الدنيا مش كده ممدوح باشمهندس ممدوح عباس دخلوا ملايين ومش عارف ايه دبسنا في مليار مش كده انت وضعت اساس للاستثمار حطيت منافذ للبيع حطيت منافذ لبيع التيشيرتات بتاع للاعلانات عملت اوت دورز عملت افكار 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 بتدعم وده الطبيعي لكن يعني عايز اقول لك على حاجه انت مثلا لو كنت انت بعت مصطفى محمد صح بالرعايه كلها بمعنى ايه صح
صح يعني انا دلوقتي بكتب لا وبكتب وعقد صح بكتب كده اهوت لا انت دي اعاره نيه البيع لاعلى سعر وبموافقه الزمان لاعلى سعر عايز تاخده انت ب 4 او 5 مليون دولار هاخد انا 50% من اعاده البيع طيب يبقى انا لو اتباع ب 30 اخد 15 هناخد تليفون جمال الحلواني معانا وهنرجع نتكلم تاني على الجزئيه دي اتفضل جمال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله بمسى عليكم ومسى على الاستاذ صبحي اهلا بيك يا حبيبي اهلا وسهلا بيك وازي حضرتك يا فندم اخبارك الله يخليك والله انا اول شيء بس عايز امسى عليكم اولا وعايز ان شاء الله ربنا يبارك كده فيكم ومن نجاح لنجاح اكبر ان شاء الله الله يخليك وربنا ان شاء الله سبحانه وتعالى يوسع عليكم كده باذن كارتيرون الله. شكرا لك قايد تعاقد مع كارتيرون ام ضده لا انا والله ضد التعاقد مع كارتيرون ليه لسبب واحد بس هو كل ما يا جماعه في مشكله في الاتصال يا شباب في مشكله ده بالظبط على عشان الاتصالات يا محمد يشوف لنا احمد زيدان تاني اللي طلب بالشوايه اتقفل لو اتكلم دخلوه تاني بالتاكيد جزئيه مصطفى محمد البعض بيتحدث انه ما فيش لعيب النهارده خرج من مصر بمبلغ 6 مليون وانك انت لو قلت زي ما انت قال الجانب الاخر جلطه سريع مثلا ممكن يرفض يقول لك يا عم هات حد يديك ال 50% او خلاص في ظل رغبه لاعب انه يحترف وبيقول لك انا مش هدي لك لو ما مش خلاص انا حضرتك دلوقتي لو الراجل ده جاب لكم دوري او جاب لكم 15 هدف انا هاخد 50 مع كل هدف اخد كذا في كمان مشكله بالنسبه للكلام على التعاقدات يا منتصر بالنسبه للتعاقدات انت قلت انه يجب ان يكون موافقه الزمالك مشروطه في العقد بانتقاله لنادي تاني اعاده البيع لا ده احنا هنا رابطين موافقه مصطفى محمد طب ما هو الطبيعي مصطفى محمد لما يكون بياخد 3 4 مليون لا كده هيترمي للسمسار طبعا هيروح يترمي او لنادي الحالي لا ولا نادي هو السمسار يقول له مصلحتك فين يا ابني تعالى نقعد هيمضي خلاص الزمالك بره لو ما هو الزمالك لو خد 20 انت تاخد 3 بس الزمالك لو ما خدش حاجه انت تاخد 7 تختار ايه هيختار السبعة لا بس في الجزئيه دي اعتقد ان هي يعني هو في جلطة سراي عشان جلطة سراي يفعل البيع اللي هو قبل 30 ديسمبر وياخدوا 6 مليون دولار لازم مصطفى يوافق انتقال لجلطة سراي وفي الحاله دي لو جه عرض مثلا من ليفربول يشتري من جلطة سراي بمعنى ان لو رفض الزمالك هو اللي يبيع معنى المستشار اشرف عمر قبل التليفون ما يفصل اتفضل يا استاذ اشرف الو اهلا بيك مساء الخير يا فندم مساء الخير اهلا بيك يا استاذ بشار صديق دايم على البرنامج اهلا بيك يا استاذ ازيك يا استاذ مصطفى ازي حضرتك يا فندم واستاذنا رفاعي اهلا بيك يا استاذ بشار ضيف دايم معانا في البرنامج الله يخليك الله يخليك ويحفظك يا رب انا ليا اقتراحين بس لا قول لي الاول سؤال الحلقه وبعدين اللي احسن الخط يقطع عليك تبقى مشكله مع ولا ضد عوده كارتيرون الزمالك مبادئ الهارب لا يصلح ان يكون في الزمالك لو هيجيب لي كاس العالم يعني ضد كده معد القطاع الخط انا عندي اقتراح يا استاذ صبحي لا معنا اتفضل بالنسبه كان الاستاذ منتصر بيتكلم على فلنه ساسي ومش ساسي انا بقول اللجنه القائمه على نادي الزمالك لو عملت عضويه شرفيه للجماهير سيبي 5000 جنيه مثلا وتجديدها ب 1000 جنيه وليس له الحق في دخول النادي الا مره في الشهر تبقى شامل حضور المباريات مثلا وشامل حضور المباريات الزمالك يلم 6 7 مليار جنيه في شهر بس جبنا 6 7 مليار جنيه في مكالمه يعني ممكن يبقى في مليون في نفس اليوم في نفس الشهر جوه نادي الزمالك شكرا لسعاده المستشار شهر جبنا 7 مليون في مكالمه يا عم مصطفى مفيش حجه للفلوس لا بس ممكن يبقى مليون في النادي بس على فكره اقتراح وجيه بعيد عننا شبه التايم شير انا كنت فكرت فيها اللي هي ليك يعني انا هدفع عضويه ما تخش لا ليك مره لما يكون في تلاقي فتره الشتاء دي الدنيا هاديه ما تبقاش فيها بتاع دي ممكن تبقى ممكن احدد يوم في الاسبوع مكتظ شويه لان اوريدي اتباع عضويات زياده في الفتره اللي فاتت وبقى بس العضويه دلوقتي ب 200000 انت لو عملت الفكره دي دلوقتي لو في فرع 6 اكتوبر كان اشتغل صور احمد زيدان رجع لنا تاني العضويه ب 200000 احمد زيدان رجع لنا تاني ايوه معاك يا باشا اهلا بيك يا استاذ احمد ازيك يا استاذ صبحي حضرتك طبعا منور القناه ربنا يخليك تحياتي لحضرتك وتحياتي للاستاذ منتصر الرفاعي اهلا بيك الحراق اهلا بيك تحياتي لنجم السوشيال ميديا ونجم النجوم الاستاذ مصطفى الفخراني سابقا تحياتي طبعا لكم جميعا وفي كم نقطه مزعلنا احنا كجماهير على ارض الواقع لو اقدر اعبر عن رايي
ورأيي مش هيتعدى أي حدود خالص. بسرعة وهنسمعك. ماشي، إحنا زعلانين يا أستاذ صبحي من السوشيال ميديا، صفحات الزمالك كان فيها ناس أهلاوية وده لا يجوز. الحاجة الثانية إن نادي الزمالك ما فيش أي حد بينظر لجماهيره أي أي بأي طريقة، عايزين برامج رياضية تتبنى قضية الزمالك اللي هي صعبة جدا وواضحة وضوح الشمس عشان خاطر احترام الجمهور اللي بيتابع. اللي هي ايه بقى؟ اللي هي ايه يا احمد؟ الو، ايوه اللي هي ايه؟ ايه هو الاقتراح بتاعك؟ الاقتراح بتاعي ان يحصل تبني لقضيه نادي الزمالك من اول قرار التجميل لمجلس الاداره اللي كان ناجح لحد اللحظه اللي احنا فيها. استاذ صبحي عبد السلام طبعا ليك صوت مسموع وناقل رياضي كبير، والاستاذ منتصر كذلك، ومعاك نجم كبير في التحليل مصطفى الفخراني. طبعا. ليه مصطفى الفخراني ما يكونش ماسك السوشيال ميديا الزملكاوية؟ أحسن أنا ما أكون في آخر الدنيا وسامع عند اللي ماسكها واحد أهلاوي. والله اقتراح جميل يا أحمد، بس عايزك قبل ما الخط يفصل تقول لي أنت معاه ولا عودة كارتيرون ولا لأ؟ كده مصطفى الفخراني جه وداني. أنا هاخد مصطفى، أنا هاخد مصطفى بعد. أنا والله جاي لي ضغط بسببها. إزاي؟ ما فيش مدرب في العالم ده كله في الكرة الأرضية إلا واحد لسه. بس ده انت سايب هو كارترون على العمل في البتاع ده. اه لا واضح ان هو ضده كان هينفعل على عوده كارترون. الناس برضو بتحب الزمالك. معانا استاذه حنان من اسكندريه. اهلا بيك يا استاذه حنان. حياه اه استاذه حياه، اهلا بيك. السلام عليكم، ازيك يا استاذ صبحي؟ اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ ربنا يخليك. الحمد لله. البقاء لله يا استاذ منتصر. سبحان الله قدام. شكرا. يا رب يخليك استاذ مصطفى، منور الدنيا كلها والله. ربنا يخليك يا فندم. ميرسي. ربنا يخليك. انت مع عوده كارترون ولا ضد؟ لا طبعا ضده. ليه؟ انا ابن مناطق ما بيسيبنيش تاني. انسان خاين سابني اول مره، ما لازم يسيبني تاني مره. انسان خاين. خاين يعني من وجهه نظرك. شكرا كده. شكرا. الناس زعلان. كله رفض. الناس زعلان من الناحيه الادبيه. كلنا رفض. انا يمكن قلت كده حتى كلنا رفض. انا فنيا مدرب كويس، بس لولا ان في الزمالك كان اكثر استقرارا معاه من دلوقتي. الدنيا ده اسامه نبيه اللي طفى النار شويه. بس اسامه قوي واختيار مناسب جدا. طب فنيا، هل كارترون الخيار الافضل؟ يعني لو انت بتاخد قرار تغير باتشيكو، هو لو ما كانش هرب كنت هجيب. ليه بقى؟ اكتر واحد فاهم الفرقه وهي دي لعيبته وهي دي قصه، فانا مش محتاج ان انا ايه اقعد اذاكر كتير فيها. ولكن في الوضع ده هو المفروض باتشيكو ما يمشيش، لان انت لا معاك فلوس ولا هتقدر كمان تختار ما بين سيفيهات اعلى من كده بنفس الفلوس. بنفس الفلوس كارترون. هتجيب كارترون بنفس فلوس باتشيكو. ماشي، انا بقولك هو 120. لا ده بالعكس اقل. الثاني كان 120 الف يورو، ده 120 الف دولار. لا هو من الاخر هو ده شايف ان هو تقريبا ما فيش حد حط جنيه من جيبه. في حد له يد ان هو يجيب ده دلوقتي وهيدفع له سنه مثلا، فهي واحده من اجمل. بس الزمالك صرح، بس الزمالك صرح في الجزئيه عشان نقول الحق انه كل الفلوس من الزمالك. مين معانا يا مين؟ احنا ايه ضياء؟ استاذ ضياء من القاهره، اهلا بيك. كل حاجه. لا احنا دفعنا فلوس عشان خاطر استاذ ضياء. اهلا بيك. نجيب واحد هربان. ازاي حضرتك؟ اهلا بيك. برنامج محترم، وطبعا بتشرف ان انا عامل مداخله معاكم. ربنا يخليك. انتم الصحفيين والاعلاميين الكبار يعني، ودي بشهاده الناس كلها. ربنا يخليك يا ضياء. اتفضل. طبعا انا عايز اقول كلمتين سريعا جدا جدا جدا. قول بس على مالك. وكل كلمه بقولها انا اتحملها. اتفضل. وطبعا بدون غلط في حد. طبعا. انا عايز اعرف حاجه دلوقتي، وجمهور الزمالك كله عايز يعرف حاجه معينه. ايه السبب ان الزمالك مره واحده بيكسب وماشي حلو والدنيا حلوه، مره واحده يطلع حد يقول لك لا ده في مخالفات وفي حاجات ويشيلوا مجلس اداره الزمالك؟ طب مجلس اداره الزمالك عمل ايه برئاسه المستشار مرتضى منصور؟ عمل احسن نادي في الدنيا، احسن فريق، بناخد بطولات. يعني انا مش عارف ايه ده. وبعد كده يعني مش يجيبوا ناس عندهم قدر المسؤوليه، حتى جايبين عصام سالم بتاع المركز الاعلامي. لا ضياء 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 ضياء، تتكلم عن زميل محترم جدا ممكن تنتقد، ولكن كل التقدير لا. الاستاذ عصام سالم يعني صحفي كبير وشخصيه محترمه، وكان زملكاوي وكان بيطلع في قناه الزمالك. وقلت مش هسال حد في اول مكالمه، هو بس ظهوره مع كابتن احمد شوبير بيخلي الجماهير، ما هي الجماهير بتربط. وبمناسبه انت معانا يعني لما يقولوا اي يعني هو شايفين هم جمهور الزمالك شايف عدائيه
نظريه كبيره مهما كان بيتكلم كابتن احمد شريف. النظريه القديمه هو طبعا زي ما انت زي ما رفضوا احمد الطيب من غير ما يغلط لا يعني زي ما بقول لك كده هم جمهور الزمالك عشان كده قلت لك اديت الحق تماما لجمهور النادي الاهلي انه يرفض كابتن احمد الطيب عشان اقول دلوقتي لهم الحق تماما جمهور الزمالك ان هو يرفض اي حد من طرف كابتن احمد شوبير هم شايفينه كده في عدائيه يعني مش شرط يكون للزملكاويه على قدر ما هي دايما تلاقي مثلا حرب ما بين فلان وفلان بس انا للامانه عشان ابقى منصف تحدثت مع الاستاذ عصام سالم في هذه الجزئيه هو الراجل وجهه نظره ان هو بيبني جسور من يعني التعاون لان النهارده لما انت بتبقى ضد حد لحتى لو هو كان فتره سابقه انا بقول لك اللي قاله انا سمعت الاول ان هو تقدم باستقالته هو اخونا عبد الحميد فراج هو زميل وطن بس قصدي هو كراجل في احترم وجهه نظر الناس وده قرار بناخده فوق راسنا متشكرين جدا بس لما تلاقي اخبار الزمالك لا بس اسهل قوي محسومه اسهل قوي ان هي تظهر قبل ما احنا نعرفها في حته معينه الجماهير ذكيه هو احنا اتخمنا في الاهلي برضه بتظهر كده منتظر في الاهلي عنده شوبير بتظهر كده هو عارف ليه رجل هناك ما يبقاش وفي اتحاد الكوره مش عندنا رجل وفي اتحاد الكوره رجل عندنا يبقى ليه رجل هناك بقول لك احنا اتضحك علينا في الوقت ولا الوقت يجري مننا لا رجل حلقه رائعه جدا ندرش واتمنى تتكرر معانا شرفتنا ونورتنا ومتشكرين جدا لتواجدك معانا مع جماهير نادي الزمالك شرفتنا ونورتنا مصطفى ودايما موفق ان شاء الله وكل خير يا رب لكل الانديه المصريه وعلى راسها نادي الزمالك نادينا الحبيب طبعا بنشكر فريق الاعداد محمد ابراهيم بيقول له شكرنا اهو بفتن عليه محمد ابراهيم مش ناسي والله واسلام جمال وعمر صبحي واحمد مصطفى فتحي والاخراج طبعا احمد كل مصطفى فتحي انا في نصر اسمك خماسي طبعا وكل المخرج المبدع معانا وكل طاقم العمل وراء الكاميرات انتوا دايما السند والدعم لينا طابت ليلتكم